بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يتجدد اللقاء مع طلاب الصف الثاني عشر المتقدم مع الجزء الرابع من هيكل امتحان الفصل الدراسي الثالث 2022-2023. إن شاء الله هنبدأ النهاردة في الوحدة السابعة. هناخد النهاردة في الفيديو الحالي اللي هناخده اليوم إن شاء الله، هنخلص في أسئلة الدرس 1-7 وأسئلة 7-1 وأسئلة الدرس اللي هو 7-2. طبعا احنا عارفين درس 7-1 اللي هو ريفيو اوف فورمولا اند تكنيك او مراجعه الصيغ وطرائق التكامل. الدرس الثاني بيتكلم عن التكامل بالاجزاء او الانتجريشن باي بعض. فتعالى مع بعض نبدا ونشوف مجموعه الاسئله الموجوده عندنا وكيف التعامل معاهم ان شاء الله في الامتحان. فهنبدا بالدرس الاول اللي هو مراجعه الصيغ وطرائق التكامل. فتعالى نشوف مع بعض الاسئله الموجوده عندنا. هذه الاسئله الموجوده عندنا ممكن نحلها يعني باي طريقه انت عايزها طالما المساله مالتيبل تشويس. فمثلا انا عندي هنا تكامل محدود، فتكامل محدود ممكن اوجده بالاله الحاسبه مباشره، يعني ممكن ابسط الامور لو هو عاطيني القيم زي ما انا كاتبها كده في العمود الاخير كده 12 على 5 و7 على 5 وهكذا، يبقى اذا ممكن احسبها باستخدام الاله الحاسبه. فبقول له تكامل انا عندي اكس الجذر التربيعي لاكس ناقص 3، اتحرك يمين واكتب له حدود التكامل من 3 الى مين؟ الى 4، واقول له يساوي. المساله خلصت عندي، احصل النتيجه حالا باستخدام الاله الحاسبه. فطبعا ممكن تتاخر معاك الحاسبه شويه، فما فيش اي مشاكل، اعطتني النتيجه 2 فاصل كام؟ 2.4. طبعا 2.4 اللي هي مين اساسا؟ اللي هي 12 على كام؟ على 5. ولكن انا عندي 2 على 5 لان انا كاتب تكاملات، كاتب تكاملات. فتعال نشوف مع بعض النتيجه النهائيه المفروض تطلع 12 على 5 لو المساله جابها لك في الامتحان على هذا الشكل. طبعا هو هيجيب لك اربع مختلفات، مش اربعه، مش اثنين واثنين زي بعض، فهيجيب لك اربع مختلفات. اما اذا جاب لي بهذا الشكل يا ترى اتصرف بها ازاي؟ يبقى خلي بالي من هذه الجزئيه. يبقى لو جابها لنا بهذا الشكل تعال نشوف نتصرف فيها ازاي. اولا اول ما تلاقي حيه جذر او قوس اس عدد كبير مثلا، يبقى هتستخدم انتجريشن باي سبستيوشن او التكامل باستخدام التعويض. فتعال نشوف التكامل باستخدام التعويض. كل اللي تحت الجذر بالكامل هناخده اليوم، يبقى عندنا اليوم هي عباره عن اكس ناقص مين؟ 3. طب احنا محتاجين اشتقاق اللي هو دي يو، يبقى دي يو عباره عن مين؟ هي عباره عن مشتقه الاكس بواحد، يبقى واحد دي اكس، لان الثلاث مشتقه المقدار الثابت دائما بصفر. طب انا هنا محتاج الاكس، يعني انا هنا محتاج مين كمان؟ محتاج اعوض عن هذه الاكس، يعني اللي تحت الجذر خلاص هعوض عنه بيو. طب الاكس بكام؟ نقدر نوجدها ايضا من خلال الجزء اللي احنا عوضنا بيه، اللي احنا قلنا يو تساوي كام؟ تساوي اكس ناقص 3. محتاج قيمه الاكس فقط، رحل الثلاثه باشاره مخالفه، يبقى اذا الاكس يساوي كام؟ اكس ارحل الثلاث بشر مخالفه، يعني يو زائد مين زائد 3. تعال نعوض كده. طب انا عندي حدود التكامل، يبقى لابد ان انا اعدل حدود التكامل، لان حدود التكامل عندي هي عباره عن قيم اكس، لان هنا المتغير هو اكس. طب انا هغير المتغير الى متغير اخر اسمه يو، يبقى لازم اغير الحدود. اغيرها ازاي؟ اقول له انا عندي اكس كانت ب3، يا ترى اليو بكام؟ كل اللي بعمله هعوض في هذه الجزئيه، لو عملت التعويض اللي انا عملته يبقى عندنا 3 ناقص 3 تتحول اليو الى صفر. طب لما كانت الاكس ب4 يا ترى قيمه اليو احصلها كام؟ يبقى اقول له 4 ناقص 3 احصلها كام؟ 1. وهذه هي حدود التكامل الجديده اللي هتبقى عندي اللي هي خاصه باليو. ابدا اكتب التكامل اللي عندي وبالتالي اقول له اساوي تكامل، خلاص حدود التكامل اصبحت من صفر لواحد. طب الاكس عباره عن مين؟ عباره عن يو زائد مين زائد 3. طب هنا جذر هتبقى جذر مين؟ جذر يو، والدي اكس هي نفسها ايه؟ الدي يو على حسب القاعده اللي احنا عملناها. وبالتالي اعمل ايه؟ اقول تكامل عندنا يو زائد 3، عندنا اليو اس خلادي اس كام؟ اس نص، عشان نقدر نفك الاقواس، طبعا هنا هتبقى دي يو. فك الاقواس واعمل تكامل عادي، يبقى اذا الكلام ده يساوي تكامل يو اس 1 ضرب يو اس نص، اجمع الاسس يبقى يو اس 3 على 2 زائد 3 هتبقى يو اس نص دي. حدود التكامل عندي من الصفر لمين؟ من الصفر لواحد. ابدا اجري عمليه التكامل، يبقى هنا احنا بنزيد الاس 1 يبقى 3 على 2، ازيد الاس 1 يبقى 5 على 2، واضرب في مقلوب هذا الاس يبقى 2 على مين؟ على 5، زائد مين؟ اقول له 3 مضروبه في مين؟ في يو اس كام؟ ازيد الاس 1 يبقى 3 على 2، يبقى تبقى تتحول الى يو اس 3 على 2. هضرب في مقلوبها يبقى 2 على مين؟ على 3. ولكن انا عندي التكامل عندي من الصفر لمين؟ من الصفر للواحد.
هتلاحظ انت. طيب انا هنا السؤال ده هو عامل لي تكامل كل النتيجه بدلاله الاكس، يبقى لازم اغير هذا اليو، ارجع الاصل بقى اللي كانت الاكس. اما انا لو عايز اوجد هذه التكاملات يدويا وممكن تجينا في البونص مثلا، يبقى لابد ان انا اعوض بقيمه الواحد. يبقى لو عوضت بواحد يبقى حصلها 2 على 5، لان واحد اس اي عدد بواحد، زائد الثلاث طبعا تتكنسل مع ثلاث يبقى 2، وبعد كده التعويض بصفر يبقى ناقص صفر. يبقى اذا في هذه الحاله الاقيها كام؟ اجمعهم مع بعض الاقيها 12 على 100 على 5. اما اذا انا عايز هذا الشكل يبقى هعمل ايه؟ هخلي مثلا زي ما هي كده عادي يو، تعال نرجع اليو الاصلها. يبقى عندنا 2 على 5، اليو اساسا كانت كام؟ اكس ناقص 3 اس 5 على 2، زائد هتبقى 2، اليو عباره عن اكس ناقص 3 اس 5 على 3. بس اوعى تقول لي حدود التكامل من 0 1، انا رجعت كل حاجه الاكس، يبقى رجع كل حاجه الاكس حتى الحدود، يبقى هتبقى عندنا من 3 الى 100 الى 4. نبحث عنها. انا عندي 2 على 5 في اكس ناقص 3، باقي كده ناقص، لا الاشاره دي غلط. طيب انا عندي 2 على 5 في اكس ناقص 3 زائد وكذا، زائد 2 في اكس ناقص 3 اس 3 على 2، يبقى هذه الاجابه الصحيحه اللي انا محتاجها في هذا السؤال. فاذا هذا الاسلوب ممكن نحل به سواء في المسائل المالتيبل تشويس او المسائل الخاصه بالبونص. لو جتني مسائل بونص ولا شيء يبقى نخلي بالنا. اما لو جت لي في الامتحان تكامل محدود وعاطيني قيم مثل هذه القيم مثلا، قيم عدديه، يبقى اذا بالاله الحاسبه بخلص منها. هذا بالنسبه مين؟ بالنسبه للتكامل الاول. طب ما تيجي نشوف مساله ثانيه عندنا. انا عندي قوس تربيع. طب القوس اس 2 ده اما استخدم فيه التعويض، طبعا زي ما قلت لكم قبل، لو انا اعطاني ارقام يبقى اقدر احلها مباشره من الاله الحاسبه. اعطاني هذا الشكل يبقى لازم امشي خطوات واشوف الخطوات عباره عن ايه. ولكن في طرق ثانيه هنقول لكم عليها فيما بعد، لان وعدتكم ان انا اعطيكم طريقه لايجاد كل التكاملات باستخدام الاله الحاسبه. طب يا ترى اعمل ايه؟ هنا عندي طريقتين، اما استخدم طريقه التعويض او افك القوس التربيع. يعني هقول له كام؟ هقول له كام ده يساوي تكامل من الصفر للواحد اكس. القوس التربيع يبقى مربع الاول، خلي بالك انا عندي A ناقص B تربيع، هي عباره عن مين؟ A تربيع ناقص 2AB زائد B. هستخدم هذه القاعده هنا. يبقى مربع الاول، الاول في الثاني في 2، زائد مربع الثاني دي اكس. هفك الاقواس مره ثانيه. يبقى تكامل من الصفر الى واحد هي يعطيني اكس تكعيب ناقص 6 اكس تربيع زائد 9 اكس زائد دي. لما تعمل عمليه تكامل هزيد اس واحد واقسم على اس الجديد يبقى ربع اكس اس 4 ناقص، هقسم على اس الجديد يبقى كام؟ 6 تقسيم 3 حصلها 3 اكس اس 3 زائد 9 على 2 اكس تربيع. ولكن حدود التكامل هنا من صفر مين؟ من صفر واحد. هتقول لي يا استاذ ده هنا مختلفه، فهنا الطريقه دي مختلفه. ليه؟ انا فكيت القوس، هنا هو عاطيني النواتج بدون فك الاقواس. ففي هذه الحاله الجا للطريقه الثانيه اللي هي مين؟ السبستيتيوشن. طب انا هقعد ابدل بهذه الطريقه؟ لا، انت ممكن تكتشفها بسهوله جدا. يعني انا عندي القوس ظل زي ما هو القوس، يبقى اذا يستحيل اكون فكيت الاقواس. يستحيل اكون فكيت الاقواس، ولكن انا بحب اعطيك كل الافكار اللي ممكن تحل بيها. يبقى اذا بمجرد ما هو لاقي قوس ولا قوس يبقى يستحيل انه هو يفك الاقواس واشتغل بفك الاقواس. يبقى اذا في هذه الحاله استخدم الطريقه الثانيه. يبقى احنا هنقول اليو هي كل ما داخل القوس، يبقى اكس ناقص 3، وبالتالي دي يو احصلها عباره عن اكس دي اكس. طيب انا محتاج الاكس، يبقى رحل الثلاث باشاره مخالفه، يبقى اكس تساوي مين؟ اليو زائد مين؟ الثلاث. محتاجين نعدل كمان مين؟ نعدل الحدود. يبقى لما كانت الاكس بصفر يا ترى اليو كام؟ اليو هنجيبها من فين؟ هنعوض في هذه الجزئيه. يبقى اذا كانت اليو، او هنا ممكن نعمل ايه؟ طالما هو عاطيني النواتج بداله اكس، يبقى هنا انسى خالص موضوع الحدود لو انت مش عايز. يبقى اذا فاعملها ازاي؟ نحلها بدون حدود. يبقى اذا اقول تكامل اكس مضروبه في اكس ناقص مين؟ 3 تربيع دي اكس. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ اقول تكامل الاكس عندنا عباره عن يو زائد 3، وما داخل القوس هي عباره عن يو، يبقى يو اس 2 دي يو. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذه الجزئيه. يبقى تكامل فك الاقواس، يبقى يو اس 3 زائد 3 يو اس 2 دي يو. اعمل عمليه تكامل، يبقى 1 على 4 يو اس 4 زائد 3، طبعا انا ازود 1 يبقى اس 3، اقسم على 3 هتضيع مع 3، يبقى احصل مباشره يو اس كام؟ 3، ولكن هنا زائد الكونستنت. طب انا مش عايز ايه؟ انا عايز ارجعها الاصل الاكس، يبقى 1 على 4 اكس ناقص 3 اس 4 زائد
اكس ناقص 3 اس 4 زائد 2 يكون اس. ولكن يا استاذ انا ما عنديش، انا عندي حدود التكامل. خلاص يبقى اذا حدود التكامل اقول تكامل من الصفر للواحد للاكس مضروبه باكس ناقص 3 تربيع عباره عن مين؟ اخر حاله تكامل شيل منه الكونس، يبقى عندك 1 على 4 في اكس ناقص 3 اس 4 زائد اكس ناقص 3 اس 4، ولكن كله ده من كم لكام؟ على حسب المثل عندي من الصفر الى 1. يبقى اذا نشوف النتيجه الصح فين. يبقى انا عايز ربع اكس ناقص اس 4، طب ما عندي ربع ربع ربع، يبقى الثلاثه الموجودين صح. طب انا عايز معاها زائد اكس ناقص 3 لكل ايه؟ لكل اس 3 وليست 4 هنا، اس كام؟ اس 3، وبالتالي النتيجه النهائيه يبقى مين الصح؟ يبقى هي الاجابه الاولى هي الصحيحه. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا الجزء. طبعا انت لو حبيت تحسب قيمتها هتعوض بالواحد، هتعطيك هنا ربع ناقص 3 زائد 9 على 2، ولو عوضنا بالصفر يبقى ناقص التعويض بالحد الصفر يطلع صفر، وبالتالي احصلها دي 11 على 100، 11 على 4. هذا بالنسبه لمين السؤال. يبقى اذا مسائلنا بسيطه جدا، ولكن نخلي بالنا منها، لازم نخلي بالنا من الخطوات. طبعا انا ما بقولكش ما تحلش بالاله الحاسبه، طالما مثلا مالتيبل تشويس حل بالاله الحاسبه عشان تنجز وتخلص في الوقت المحدد وكمان قبل الوقت عشان تقدر تراجع. هذا بالنسبه لمين؟ نوع ثاني من المسائل. ودوت عندك سؤالين 37 و38 هيجي لك، هتجي لك منهم واحده او مش ضروري هي نفسها، لا ممكن يغير لك بعض التعديلات فيها البسيطه، ولكن نفس الفكرتين اما جذر او قوس تربيع او اس 3. فنخلي بالنا من هذه النقاط. السؤال اللي بعد كده عندنا السؤال رقم 6 والسؤال رقم 16، يعني هذه المسائل اللي انا هشرحها اللي هي من 1 الى 8 في الكتاب عندك صفحه 489 هيجي لك منها سؤالين. طبعا مش شرط يجي لك نفس السؤالين، ممكن يديك نفس الفكره. طب احلها ازاي؟ اولا هنا اغلبها مسائل تعتمد على انك انت عارف القواعد الاساسيه اللي انت درستها في الفصل الدراسي الاول. فمثلا انا عندي تكامل الداله الاسيه، لو انت حافظ القاعده الاساسيه خلاص، يبقى انا عندي تكامل مثلا اي اس اف اكس مثلا، او بلاش خليها الداله الخطيه الاول قبل ما ناخد الداله الثانيه، يبقى اي اكس زائد بي دي اكس. معروف تكاملها بكام؟ اقسم على معامل الاكس وايه اضرب في نفس الداله الاسيه زائد الكونستنت وتبقى خلصت المساله. فانت لو حافظ هذه القاعده، المساله جايه لك كده كده منطب شويه، يبقى انت لو حافظ القاعده طبق على طول وخلاص من ضروري خطوات. يبقى اذا في هذه الحاله اللي عندي المساله قدامي هعملها ازاي؟ اقول له كمان بيساوي كام؟ اي اس اي اكس هقسم على معامل الاكس زائد مين؟ الكونستنت. ونخلي بالنا بس هذه هذه القاعده لا يمكن تطبيقها الا اذا كان الاس عدد قيمه او داله خطيه. يعني انا هنا الاس يكون اكس 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 اس 1 فقط، ولذلك انا كتبت لك اكس زائد بي. يعني لو كانت داله تربيعيه وتكعيبيه وكان ما ينفعش مش هينفع اطبق هذه القاعده. طب ايه هو الطريقه العامه لحل هذا النوع من المسائل؟ اقدر استخدم الانتجريشن باي سبستيتيوشن، ولكن المساله دي كده خلصت، يعني السؤال هو الاجابه صح السي. اوعى تاخد الدي، الدي ما فيش كونستنت، لازم الكونستنت موجود معانا. طب انا عايز احلها بالطريقه العامه بتاعتنا، هعمل ايه؟ اقول له هاخد اليو بنفس الاس الموجود عندنا اللي هو اي اكس. يبقى في هذه الحاله دي يو هي عباره عن اي دي اكس. يعني دي اكس عباره عن مين؟ واحد اقسم على الاي، واحد على اي دي يو. ابدا اعوض، يبقى التعويض بتاعنا هيبقى كام؟ هيبقى تكامل عندنا اي، عندنا الاي هتبقى اس كام؟ انا هعوض عن الاس اللي عندي اللي هو اكس باليو، يبقى اي اس يو مضروبه في الدي اكس بكام؟ بعباره عن دي يو على اي. طب الكلام ده بيساوي كام؟ الثابت واحد على اي بره التكامل، يبقى تكامل اي اس يو دي يو. واحنا كلنا عارفين ان تكامل الداله الاسيه هي نفس الداله الاسيه زائد الكونستنت. رد الاي لليو اصلها يبقى واحد على اي في اي اس اي اكس زائد مين الكونستنت. يبقى هي نفس اللي انا عملتها في خطوه واحده من لما انا اكون حافظ هذه القاعده. يبقى اذا نخلي بالنا من الفورمولا اللي انا كتبتها لك، ولو انت لك بالاخضر لو انت حافظها استخدمها مباشره طالما عندك المساله مالتيبل تشويس. المساله ليست مالتيبل تشويس، يبقى عندنا عاد طريقه الحل قدامك عن طريق الانتجريشن باي سبستيتيوشن. فخلي بالك كويس منها. طب هل الداله المثلثيه نفس الكلام؟ نفس القاعده، انت حافظ القاعده هتطبق على طول. يبقى اذا ايه القاعده؟ اقدر اقول لك كده بصفه عامه ان انا عندي كوساين ولكن تكون داله خطيه اي اكس زائد بي عباره عن مين؟ هي عباره عن اقسم على معامل الاكس، وعندنا مشتق تكامل الساين كوساين هي موجب ساين، يبقى ساين اي اكس زائد بي زائد مين الكونستنت. هذه هي القاعده الثانيه اللي انا ممكن احفظها عشان احل بها هذه المساله.
او استخدم الانتجريشن باي سبستيتيوشن زي ما عملت في المساله الاولى، اخد الاي اكس اخليها يو وابدا عمليه التعويض، يبقى هي نفس الكلام. يبقى اذا في هذه الحاله اقول له هنا معامل اكس بكام، يبقى اقول التكامل عندنا معامل اكس باي يبقى واحد على اي، تكامل الكوساين هيبقى عندنا ساين اي اكس زائد مين زائد الكونستانت، وانتهت المساله. يبقى اذا المساله بتاعتنا طبعا ما ينطبق على الكوساين ينطبق على الساين والتان وكله ده نفس الكلام، اللي هو بنسميها البيزك انتجريشن رول، اللي هي القواعد الاساسيه لعمليه التكامل. فاذا ممكن اعمل حاجه زي كده، ممكن في الامتحان هو بدل الساين يجيب لك كوساين عادي، او بدل الكوساين يجيب لنا ساين، يبقى يقول لك مثلا تكامل ساين مثلا 3 اكس، ما لاش يجيب لك الاي اكس. طب يبقى اذا دي معناها معامل اكس 3 يبقى 1 على 3، تكامل الساين بسالب كوساين 3 اكس زائد مين الكونستانت. فممكن اعمل حاجه زي هو يعمل معايا حاجه كده في الامتحان ويجيب لي حاجه كده، فمش شرط يجيب لك السؤال نفسه، ممكن يعدل لك السؤال، ممكن يخليه السؤال نفسه هو. فنخلي بقى طب تعالى نشوف تكامل تاني من التكاملات الموجوده عندنا. بيقول لي نفس الكلام، واحد على الجذر التربيعي ايه تربيع ناقص اكس تربيع. انت لو حافظ القاعده لان مظللها داتا باللون الاصفر هات الاول البرتقالي، انت تقدر تحلها في خطوه واحده، ولكن خلي بالك من الشكل. انا عندي جذر اي تربيع ناقص جذر اي تربيع ناقص والبي، البي عباره عن كونستانت، يعني هذه القاعده لازم يكون عندي البسط كونستانت. يبقى اذا هي عباره عن مين؟ يبقى خلاص المساله خلص، ما هي نفس المكتوبه البي بواحد خلاص، يبقى عوض على البي واحد. يبقى اذا دي عباره عن مين؟ الساين انفيرس، واخذ الجذر الاكس تربيع تبقى اكس، وجذر الاي تربيع تبقى ايه زائد الكونستانت، وكده المساله خلصتها انت في خطوه واحده. يبقى اذا الاجابه الصح اليمين الاولى. طب افرض انا عايز احل خطوات عادي، يبقى هستخدم نفس الكلام اللي عملناه مع الداله الاسيه، هستخدم انتجريشن باي سبستيوشن، ولكن بعد عمليه التعديل شويه. هنا ايه هو التعديلات دي اللي هنعملها؟ اقول له كده تكامل، اقول له واحد على، هنضطر ناخد عندنا جذر التربيع، هناخد الاي تربيع عامل مشترك، يبقى ناخد الاي كاز اكومن فاكتور، وبالتالي لما اقسم اي تربيع على اي تربيع يعطيني واحد ناقص، لما اقسم اكس تربيع على اي تربيع احصلها اكس تربيع على اي تربيع، كل ده تحت الجذر دي اكس. نكمل، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ تكامل واحد على، نخلي بالنا هنا بيقول لي ان الاي اكبر من الصفر، يبقى جذر الاي تربيع عباره عن مين؟ الاي، يبقى هيطلع بره جذر، الجذر التربيعي واحد ناقص. انا عندي الاكس تربيع ولو اي تربيع، فنقدر نعملها كده اكس على اي الكل تربيع، واحنا الكلام ده عارفينه من خواص الاسس، ان لو عندي اكس على اي اقدر اوزع الاسس على البسط وعلى المقام، فيبقى اكس تربيع على اي تربيع. هنا بقى يبدا دور مين؟ التكامل بالتعويض، ان انا اعمل اللي داخل القوس دي اللي انا كتبتها اكس على اي هي اللي اخليها يو هذه المره. يبقى اذا اليو كام؟ يبقى اذا اقول له عندنا يو عباره عن اكس على مين؟ على اي. بدل ما تتعب في الاشتقاق اعمل ضرب تبادلي، يبقى عندك A U E يساوي X، اشتق يبقى A D U تساوي مين؟ تساوي D X. عوض، يبقى إذا التكامل الموجود عندي خلاص الـ A دي في المقام تطلع بره، التكامل يبقى واحد على A، تكامل واحد على، واحد على مين؟ الجذر التربيعي لواحد ناقص، ودي هتبقى U تربيع. طب الـ D X عبارة عن مين؟ هي عبارة عن A D U. طب ما احنا نقدر نكنسل الاي ال والكونستانت الموجود عندي بهذا الشكل ونقدر نكمل بكل بساطه، يبقى هكنسل الاي مع الاي، يبقى خلاص اختفت الاي. طب يا ترى التكامل اللي عندنا المفروض انا احافظه، واحد على الجذر التربيعي واحد ناقص يو تربيع، دي البيزك انتجريشن، يبقى دي من الحاجات الاساسيه لازم اكون حافظها. يبقى دي عباره عن مين؟ عباره عن ساين انفيرس لليو زائد مين الكونستانت، رد اليو الاصله، يبقى عندك ساين انفيرس اكس على اي زائد الكونستانت، اللي انت لو حفظت هذه القاعده هتحلها في خطوه واحد. طبعا نفس الكلام المساله رقم 4، احفظ القاعده اللي جنبيها. انا عندي هنا البي بكام؟ البي يساوي 1، يبقى اقول له 1 على الاي تربيع جذر مين؟ اي. طالب اكس ابسولوت فاليو اكس مضروب في الجذر، يبقى قلنا احنا عباره عن مين؟ سيكنت، يبقى سيكنت انفيرس، واقسم الاكس على مين؟ على الاي زائد الكونستانت، وخلص المساله. يعني مثال بسيط، يعني لو جبت لك مثلا زي كده واحد على ابسوليوت فاليو الاكس الجذر التربيعي لاكس تربيع ناقص 9، يا ترى بيساوي كام؟ طب ما هي نفسها، يبقى انا عوضت عن الاي تربيعي ب 9، يبقى اذا جذر ال 9 كام؟ اقول له يبقى 1 على 3.
يعطيني سيكانت انفيرس الاكس على الاي يعني جذر التسعة، وجذر التسعة يساوي 3، يبقى زائد من عندي الكونست. يبقى دي طريقة التصرف في هذه النوعية من الأسئلة. يبقى إذا السؤال الصح أو الإجابة الصحيحة بتاعتنا اليمين السي. طيب هنا نخلي بالنا، يبقى إذا قواعد أحفظها خاصة في المالتيبل تشويس، أنا مش محتاج طريقة حل، أنا محتاج إجابة صحيحة، فممكن أستخدم القواعد السريعة اللي ذكرها أحل بيها وتبقى المسألة تمام 100% صحيحة 100% إن شاء الله، لأن أنا ليا أختار الإجابة الصحيحة، ما يهمنيش أكتب خطوات. فإذا ممكن تحفظوا هذه القواعد المكتوبة قدامكم عشان تنجز في السؤال وتحل بسرعة ما تخش في وقت. عايز تحل قدامك طريقة الحل. طبعا نفس الكلام هنا على فكرة يا شباب في السيكنت انفيرس، هاخد الاي تربيع عامل مشترك وهبدأ أعمل نفس الكلام، فأخذ الاي عامل مشترك اي تربيع وتبقى عندنا هيبقى اكس على 2 على اي اس 2 ناقص 1، أعوض باليوب اكس على 1 نفس التعويض وأبدأ أشتغل عليه. هيعطيني في الآخر يعطيني 1 على ابسولوت فاليو اوف اكس جذر التربيع يو تربيع ناقص 1، ودي معروفه لدينا كلنا ان احنا حافظينها من البيزك انتجريشن فورمولا اللي هي عباره عن مين السيكال انفرس. فكده كده لازم تحفظها، لازم تحفظ البيزك. طب ما نحفظ الثانيه دي وخلاص ورايح دماغ. يبقى هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا هذا السؤال. فنخلي بالنا، تعال نشوف سؤال ثاني. نيجي بقى ايه بيقول لي ساين 36، ما احنا لسه جايين كوساين اي اكس. طب ما نفسها حط عوض عن الاي 6، يبقى اذا دي عباره عن مين؟ اقول له اولا اقسم على معامل الزاويه، طالما دي داله خطيه يبقى عندنا 1 على ايه؟ طب ايه 1 على ايه اللي بتعمل اساسا 6؟ يبقى 1 على 6. تكامل الساين، خلي بالك تكامل الساين بسالب كوساين 6 تي زائد مين الكونس نقص، يبقى سالب 6 كوساين 6 تي زائد 1. عايز تحل بالتعويض حل بالتعويض، شيء خلي 6 ايه هي عباره عن اليوم وعوض تطلع نفس النتيجه. يبقى اذا ممكن احفظها بالطريقه دي وهريح نفسي. يبقى احنا خلاص مش هنحل بطريقه ثانيه التعويض والحل. انت جرب بقى، ما انت وجالس كده وقف الفيديو وابدا جرب. طب انا عندي سيكنت تام، طب ما احنا حافظين يعني المفروض انا حافظها من الفصل الاول تكامل سيكنت اكس تان اكس. انا دي اساسا من البيزك انتجريشن، يبقى اذا دي عباره عن مين؟ تكاملها بسيكنت اكس زائد ثابت. طب ايه اللي اختلف عندي هنا في المساله؟ الاختلاف ان انا عندي هنا معامل للزاويه اقسم عليه. يبقى اذا في هذه الحاله انا عندي سيكنت تان تكاملها بسيكنت، يبقى اذا هنا في زاويه يبقى هقسم على معامل الزاويه دي. يبقى اذا نص عباره عن مين؟ سيكنت تي سيكنت 2 تي زائد ثابت، يبقى سيكنت 2 تي زائد الكونستنت وخلصت الناس. يبقى هذا دي بالنسبه لمين؟ للتكامل الموجود عندنا. يبقى إذن المسائل سهلة جدا، ولكن أهم حاجة احفظ الأساسيات الخاصة بالتكامل والتعميم بتاعها لو أمكن عشان تحل المسألة بسرعة. ما أمكنش تحفظ التعميم اشتغل على مين؟ التكامل المستخدم الانتجريشن باي اي سبستيتيوشن، أو التكامل المستخدم التعويض. هذه سؤالين تاني ما لهمش أي لازمة، يعني سؤالين بسيط جدا تطبيق مباشر على القوانين أو القواعد الخاصة بالتكامل. نيجي للأسئلة زي كده. طب هو انا كاتب اكس تربيع زائد 64 والثاني اكس في اكس تربيع زائد 64، طب ايه الفرق بينهم؟ فرق بسيط، ولكن خلي بالك في طريقه التعامل معه. اولا هنا تلاحظ ان انت عندك كاتب اكس تربيع ومفيش اقواس، مفيش اكس تربيع زائد 4، يبقى تفهم على طول انه فك القوس ده على طول، استخدم القاعده الخاصه بفك القوس التربيع اللي هي الباينوميال. طب الثانيه هتلاحظ ان عندي اكس زائد 4 جوه قوس اس كذا، يبقى معناه ان ما فكتش القوس، يبقى في هذه الحاله استخدم التعويض. يبقى المساله رقم 8 استخدم التكامل التعويض، المساله الاولى عملنا عمليه فك الاقواس. يبقى اذا في هذه الحاله افك الاقواس زي ما قلنا من شويه، ان انا عندي A زائد ال B اس 2 هي عباره عن A تربيع زائد 2 AB زائد B تربيع، ولازم اكون حافظها. يبقى عندي مربع الاول يبقى اكس اس 4 طبعا رمز التكامل، زائد الاول في الثاني في 2 يبقى اكس 2، مربع الثاني 16 يبقى دي اكس. كمل ازيد الاس 1 واقسم على الاس الجديد، زائد هنزيد الاس 1 يبقى 3 واقسم على الاس الجديد يبقى 8 على 3. ال 16 اي مقدار ثابت عباره عن نفس المقدار الثابت مضروب في متغير التكامل اللي عندنا، يبقى اذا زائد مين عندنا؟ زائد الكونستنت. طب فين المساله عندنا؟ موجوده واضحه زي الشمس، انها هي رقم مين؟ رقم بي 1 5 اكس 5 8 على 3 اكس 3 وبعد كده زائد 16. خلي بالنا الاولى 4 على 3 وليس 8 على 3. هذا سؤال
السؤال الثاني هنا لما تلاقي هنا في قوس استكاذة وطلع لي نفس القوس زي كده وأسس متغيرة مختلفة شوية، يبقى تعرف إن هو استخدم integration by substitution. integration by substitution. طب إزاي أعملها؟ فخلي بالك. يبقى كل اللي عمله ما داخل القوس هو عبارة عن اليو. يبقى عندنا اليو هي عبارة عن x تربيع زائد 4. هات المشتقة. يبقى دي يو هي عبارة عن مين اليو؟ يبقى 2 x دي x. هات دي x كده. يبقى اذا دي x يساوي كام؟ دي يو على 2 x. نبدأ نعوض. يبقى تكامل الx مضروب في مين؟ ما داخل القوس احنا سميناه يو، ولكن القوس عليه اس 2. طب الدي اكس هي عبارة عن دي يو على 2 x. طب ما احنا نقدر هنا بكل بساطة نكنسل الx مع الx. يبقى بعد ما كنسلنا الاكس مع الاكس عندنا اثنين في المقام تكون برا التكامل بهذا الشكل. يبقى عندنا تكامل اليو تربيع دي يو. احنا عارفين التكامل، يبقى احنا عندنا نص مضروب في مين؟ هنزيد الاس واحد ثم اقسم على الاس الجديد زائد مين؟ الكونستنت. يبقى اذا دي معناها واحد على ستة، ورجع عوض عن اليو. اليو هو عبارة عن مين؟ هي عبارة عن اكس تربيع زائد اربعة أس 3 زائد مين الكونستانت. وبالتالي الإجابة الصح اللي هي مين؟ أول إجابة عندنا هي الإجابة الصحيحة. يبقى هنا ممكن بلمحة بسيطة أعرف هو استخدم أنهي طريقة، تعويض ولا فك الأقواس في هذه الحالة. يبقى إحنا طالما القوس ظل زي ما هو يبقى استخدم التعويض. فلقيت الإكسات زي كده يعني اختلفت عن ما فيش قوس تربيع ولا قوس كذا، يبقى استخدم فك الأقواس. طب هل في طريقة تانية أحل بها هذا النوع من التمارين؟ انتظروا لنهاية الفيديو هعطيك طريقة تحل بها هذه التمارين باستخدام الآلة الحاسبة. تابع معي للنهاية. تعال بقى نشوف سؤال آخر ونشوف نتعامل معه إزاي. وأيضا خلي بالك من القواعد اللي بكتبها لك، لو أنت حافظها هتحل المسألة في ثواني. يعني مثلا السؤال اللي قدامنا أهم موجود عندنا A تربيع X تربيع 16 زائد X. طب يعني A تربيع؟ يعني العدد دي أخذ له جذر، يبقى دي عبارة عن 4 أس 2. طب موجود. يبقى لو أنا حافظ هذه القاعدة عبارة عن مين؟ أقول له الباسطل والمقدار الثابت على جذر الستاشر يبقى أربعة. وبعد كده أقول له تان إنفيرس الإكس أقسمها على إيه؟ يعني جذر الستاشر، جذر الستاشر أربعة، يبقى إذا زائد مين الكونستانت. وأنت كده حليت المسألة في خطوة واحدة. في خطوة واحدة. قارن المسألة القاعدة بال الإي تربيع هي الستاشر، البي هي مين؟ الثلاث. عوضنا. لو انت مش عايز تحلها بهذه الطريقه يبقى هنستخدم انتجريشن باي سبستيتيوشن. طب ازاي؟ يبقى اذا تعال نشوف نعمل ازاي طريقه سبستيتيوشن. يبقى نفس الكلام، اقول تكامل 3 على عشان احل بسبستيتيوشن اخذ ال 16 عامل مشترك. طب 16 على 16 يبقى كام؟ 1. ازاي؟ اكس تربيع اقسمها على 16. يبقى خلي بالك، يبقى دي اكس. الكلام ده بيساوي كام؟ تكامل ال 3 على 3 زي كام اهي؟ ال 16 كام اهي؟ هنعمل قوس كبيرة. واحد انا عندي اكس تربيع ودي 16، فما اقدر اكتبها اكس على 4 اس 2 كده مع بعض، لان 4 اس 2 16 واكس اس 2 هي نفس اكس اس 2 دي اكس. ابدا عمليه التعويض. هنعوض عن مين؟ هنعوض عن اكس على 4 تساوي اليو. اضرب ضرب تبادلي، يعني اكس يساوي 4 يو، فبيبقى عندك الدي اكس يساوي كام؟ 4 دي يو. عوض. يبقى النتيجه كام؟ 3 على 16 بره التكامل. تكامل يبقى عندك 1 على 1 زائد يو تربيع، والدي اكس عباره عن 4 دي يو. اختصر. فممكن اختصر 4 اللي هنا مع 16 اقسمها، يعني عمليه تبسيط. يبقى تبقى الاثنين دي مع بعض هيدينا كام؟ 4. يبقى الناتج اللي عندنا كام؟ 3 على 4. طب 1 على 1 زائد يو تربيع انت اجبار لازم تكون حافظها، اللي هي تان انفيرس. يبقى عندنا تان انفيرس لليو، واحنا اليو نرجع نضعها زي ما هي، اللي هي عباره عن مين؟ اكس على 4 زائد مين الكونستانت. المسافه. يبقى اذا خلي بالك انت لو حافظ القاعده تلاقي نفس حالتها في خطوه زي ما انت شايف. مش حافظها تضطر تعملها بالطريقه دي. انت الكلام يرجع لك ويرجع لاسلوب التصرف في الحل. انا قلت لك طالما عندك مثلا مالتيبل تشويس في طرق اخرى للمالتيبل تشويس، ولكن المفروض تجيبها لي في البونص، البونص كتابي. خلي بالك. طب المسألة اللي بعديها هل أطبق عليها القاعدة؟ لا، لأن أنا عندي، أنا بقول A تربيع زائد X تربيع، أما هنا عندي 4 زائد 4 X، ما قلتش أنا A تربيع زائد A X تربيع. يبقى أنا أعمل إيه؟ ممكن آخذ الأربعة عامل المشترك اللي في المقام دي، يبقى تكامل 2 على، هاخد الأربعة عامل المشترك أحصل إيه؟ 1 زائد X تربيع دي X. طب ما إحنا نقدر X من 2 على 4 على نص. تكامل 1 على
اكس تربيع زائد واحد او واحد زائد اكس تربيع مش هتفرق، يعني دي عمليه جمع. طب انا كده كده انا حافظها دي، يبقى واحد على اثنين، ودي عباره عن مين؟ اللي هي عباره عن تان انفرس اكس زائد مين؟ الكونستانت. خلص. يبقى اذا هذا هو الحل، نص تان انفرس زائد مين؟ الكونستانت. اما بالنسبه للمساله الثانيه انا عندي 3 على 4 تان انفرس، تان انفرس اكس على مين؟ على 4، وبالتالي هي الاجابه اللي هي الاولى هي الصحيح. انا ما يهمنيش الاجابات، يهمني الخطوه. هي من الطريقه، ما انت لو عرفت تحل صح هتعرف تختار الاجابه الصحيح اللي اختيارات قدامك موجود. يبقى اذا نخلي بالنا من هذا، انه تابعوا معنا نهايه الفيديو، نهايه الفيديو في هديه لكم بالنسبه لهذه التمارين. نيجي لمساله زي كده ثاني. انا كاتب لك قاعده بيقول لي ايه تربيع ناقص الاف اكس لكل تربيع، وكاتب لك المشتقه فوق اف برايم. يبقى لو انا حصلت هذا الشكل مباشره اقدر اكتبها ساين انفرس اف اكس على ايه؟ طب هل انا عندي الشكل ده موجود؟ لا. يبقى انا لازم الاول اعمل اكمال مربع عشان اوصلها لهذا الشكل. طب كيف نعمل اكمال مربع؟ لان انا خلي بالنا انا عندي جذر ومقدار ثلاثي، يبقى لازم اعمل اكمال مربع للمقدار الثلاثي الموجود داخل الجذر. طب نعملها ازاي؟ فدايما اكمال المربع انا هنعملها على جنب عشان نفهمها من البدايه. عندنا 3 ناقص 2 اكس ناقص اكس ايه تربيع. طب اعملها كيف يا شباب؟ هقول 3 وناخد السالب عامل مشترك بهذا الشكل عشان احول اكس تربيع بالموجب، يبقى هنا تتحول الى اكس تربيع موجب، وانا عندي هنا السالب تتحول ايضا موجب، لان طالما اخذت سالب برا القوس كل الاشارات بتتغير، لان السالب اللي برا بتغير الاشارات اللي بعديها. طب هكتب بعد دي اكتب علامه الزائد واسيب مسافه، ولكن نخلي بالنا اول ما تلاقي نفسك انت كتبت هنا ناقص قوس يبقى اكتب في الاخر زائد 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 قوس كده، يبقى زائد وقوس زيها بالظبط. طب ليه؟ هنعرف بقى. انا عايز اعمل اكمال مربع، اكمال المربع سهل جدا، عينك فقط على معامل الاكس. يبقى احنا عندنا على معامل الاكس، يبقى هنا معامل الاكس ناخد نصف معامل اكس، معامل اكس باثنين، يبقى اقسمها على اثنين واقول عليها اس اثنين كده. يبقى اذا بالاله حاسبه الاجابه واحد، يبقى هكتب هنا واحد وهكتب هنا واحد. طب ليه؟ انت لو فكرت القوس ده يبقى سالب في الموجب بده سالب واحد، يبقى نقصت واحد من المساله، يبقى هنا زودت واحد، يبقى نقصت واحد وزودت واحد، يبقى المساله هنا سليمه ما فيهاش مشاكل. يبقى اذا الكلام ده بيساوي كام؟ عندنا نخلي بالنا ايه؟ انا عندي هنا موجب ثلاث وعندنا هنا موجب واحد، فدي ارقام اعداد قيم تتجمع مع بعض. يبقى واحد زائد ثلاث احصلها مين؟ احصلها اربعه. ناقص هذا القوس خلاص اصبح مربع كامل. هاخد جذر الاول هو الاكس، جذر الاخير اللي هو واحد، اما في الوسط اخذ الاشاره فقط منه. يبقى انا كده حصلتها بهذا الشكل. فتعال نكتب كده ونشوف اللي يحصل. يبقى تكامل واحد على الجذر التربيعي لاربعه ناقص اكس زائد واحد تربيع. هل اصبحت نفس الصوره اللي انا كتبتها لك؟ اه موجوده. طب ازاي يا استاذ؟ انا عندي ان الداله هي اف اكس اللي جوه التربيع. طب هل مشتقه اكس زائد واحد هي الواحد؟ نعم مشتقتها، يبقى اذا موجوده. يبقى من هنا اقدر اكمل بناء بالطريقه دي، اقدر استخدم هذه الفورمولا واكتب له ازاي. يبقى النتيجه سوى كام؟ بمجرد ما احصل الكلام ده يبقى مباشره اقول له ساين انفرس الداله نفسها اللي هي اكس زائد واحد على جذر الاي، الاي باربعه، الاي تربيع باربعه، يبقى جذرها كام؟ 2 زائد مين الكونستانت، وانت كده خلصت المساله. يبقى انت ما الا عملت عمليه اكمال مربع وكملت باستخدام القاعده او الفورمولا اللي انا اعطاها لك. طب اذا انت ما عارف هذه الفورمولا يا ترى نعمل ازاي؟ يبقى يا ترى نعملها كيف؟ فخلي بالكم معايا نكمل ازاي لو انا مش حافظ هذه الفورمولا. يبقى اقول الكلام ده يساوي تكامل واحد على الجذر التربيع. ناخد الأربعة عامل مشترك، يبقى أربعة على أربعة يعطيني واحد ناقص، يبقى نخلي بالنا دي أربعة. لما أخد عامل مشترك أربعة يبقى هقسم القوس على أربعة، يبقى عندي كده إكس زائد واحد أس اتنين على أربعة، عشان لو فكيت الأقواس ترجع كل حاجة الأصلة دي إكس. طيب يساوي كام دي؟ يساوي تكامل. طب انا عندي جذر الاربعه بكام؟ باثنين، يبقى اقدر اخليها بره التكامل بنص، لان هي اثنين في المقام تطلع بره التكامل بنص. تكامل يبقى عندنا واحد على الجذر التربيعي واحد ناقص، طالما دي اربعه جذرها اثنين، يبقى اعمل اقدر اضمهم مع بعض في اس اثنين كده، يبقى عندنا اكس زائد واحد على اثنين دي اكس. ثم ارجع لعمليه التعويض. طب يعني ايه عمليه التعويض؟ يبقى هستخدم اليو، هي عبارة عن ما هو مداخل القوس.
فوق اضرب ضرب تبادلي يبقى 2 يو يساوي اكس زائد 1 اشتق يبقى 2 دي يو تساوي دي اكس. اعمل عملية تعويض يبقى تكامل، هيبقى عندنا النص بره التكامل، 1 على الجذر التربيعي 1 ناقص، دي هتبقى يو تربيع. طب انا عندي بالنسبة للدي اكس بكام؟ هي عبارة عن 2 دي يو. طب ابدا اعمل عملية تبسيط، ها طب دي معلي، يبقى خلاص اختفت الارقام. يبقى اذا النتيجة كام؟ يبقى عندنا التكامل 1 على جذر 1 ناقص يو تربيع، وكلنا دي لازم اكون حافظها، اجباري لازم اكون حافظها. يبقى هنا اجباري لازم تكون حافظ هذه الجزئية، وبالتالي عندنا انا اقول له دي يو، اللي هي عبارة عن مين دي؟ اللي هي الساين انفيرس اليو. طب اليو ما نكتبها مرة واحدة، اللي هي نكتب خطوتين، يبقى اكس زائد 1 على 2 زائد الكونستانت، وهي نفس النتيجة اللي احنا حصلناها في باستخدام الفورمولا تحت اللي فوق دياتي، بمجرد ما عملنا اكمال مربع. يبقى هذه طريقة وهذه طريقة. انت لو عايز تنجز بسرعة ممكن تعمل اكمال مربع وتحفظ هذه الفورمولا وتعوض بها بهذا الشكل، تطلع معك النتيجه، يا اما تكمل بهذا الشكل. انت لك مطلق الحريه، ولكن مثلا مالتي تشويس مسموح لك انك انت تحل باي طريقه، وزي ما قلت لك تابع معايا للنهايه هعطيك طريقه حلوه لعمليه التكامل. فتعال نشوف مع بعض الجزء الثاني او مساله ثانيه. بيقول لي جد تكامل. طب هنا هل ينطبق عليها القاعده اللي احنا عملناها من شويه؟ على حسب ما يكون عندي، هل او هنا دايما في لما يكون عندي البسط في اكس، اسال نفسك هل اقدر اخلي البسط هو مشتقة المقام ولا لا؟ لو قدرت اخلي البسط مشتقة المقام يبقى سهله جدا، لو ما فيش جذر يبقى لين المقام. طب لو في جذر يبقى 2 للجذر، ودي قواعد احنا حافظينها المفروض. يبقى اذا انا اعمل ايه؟ تعال نجيب مشتقة المقام كده. المقام عندنا 3 ناقص 2 اكس ناقص اكس تربيع، مشتقته عباره عن مين؟ دي باي دي اكس. لهذا المقدار هو عباره عن مشتق 3 صفر، مشتق سالب 2 اكس يبقى سالب 2، مشتق الاكس تربيع يبقى سالب 2 اكس. طب ما دي لو انا خدت منها سالب 2 كده مش تحصلها 1 زائد اكس؟ 1 زائد اكس موجوده عندي في البسط، يبقى سهل علي ان انا اضرب في سالب 2. يبقى انا اقول له كده الكلام ده يساوي هضرب بره في سالب نص، وجوة التكامل هضربها في سالب 2 تبقى بهذا المنظر. يبقى في هذه الحالة أصبح البسط مشتقة ما داخل القوس. يبقى عندنا هنا البسط يساوي مشتقة ما داخل الجذر أو ما أسفل الجذر. في هذه الحالة أقدر أطبق القاعدة اللي قلنا عليها، إن أنا لو عندي تكامل، أنا عندي F برايم X على الجذر التربيعي هنا وفي والدالة ذات نفسها دي اكس، مباشرة دي عبارة عن 2 الجذر، يبقى جذر اف اكس زائد مين؟ الكونستانت. وكده انت حليت المسألة في خطوة. يبقى اذا في هذه الحالة يقول لك سالب نص مالناش دخل بيه، البسط مشتقة داخل الجذر يبقى 2 الجذر، يبقى 3 ناقص 2 اكس ناقص اكس تربيع زائد الكونستانت. طبعا ممكن نكنسل الاثنين مع الاثنين، وبالتالي احصل على مين؟ سالب الجذر التربيعي لثلاث ناقص 2 اكس ناقص اكس تربيع زائد الكونستانت خاصه المساله. هذه بالنسبه لمين يا شباب؟ بالنسبه لهذه المساله. فممكن احل بهذه الطريقه. طب انا مش عارف هذه القاعده او هذه الفورمولا اعمل ايه؟ لابد من اكمال المربع. ما انت لو رجعت للمساله اللي فاتت هي نفس المساله، ولكن انا كتبت فوقها بدل 1 عملت اكس زائد 1. يبقى هنعمل اكمال مربع تحت زي ما احنا عاملين وهنعوض، ولكن انت في المساله الثانيه هتحتاج الاكس، فالاكس من هنا هتحصلها ازاي؟ هتقول 2 يو ناقص 1 وتبدا عمليه التعويض، يعني فيها ثلاث خطوات زياده عندي كمان. يبقى اذا نخلي بالنا من هذه النوع من المسائل، احفظ هذه القواعد السريعه افضل لك. الفورمولا السريعه اللي زي كده احفظها وطبق عليها عشان تقدر توجد ان التكامل بكل سهوله. السؤال اللي بعده كده ثاني، انا هكتب لك فورمولا فوق. لو تفتكر انا من شويه اعطيك فورمولا وقلت لك ان 1 على او ب على a تربيع زائد x تربيع يساوي 1 على a tan او سوري ب على a tan انفيرس مين؟ tan انفيرس x. طب ما هي نفس القاعده، ولكن عملنا عمليه تعميم، بدل x تربيع اصبحت داله، يبقى لازم البسط ان يكون مشتقه الداله موجوده. فاذا نفس الكلام. طب انا لو حافظها اقدر احل اكمل، بس قبل ما احل المساله دي رقم 13 تعال نحل رقم 14 الاول. رقم 14 اسال نفسك، طالما في اكس في البسط واكس في المقام، اسال نفسك اول شيء هل البسط مشتق للمقام ولا لا؟ طب هل البسط فعلا مشتق للمقام؟ طب ما تيجي نشتق المقام،
يبقى انا عندي دي باي دي اكس للمقام 5 زائد 2 اكس زائد اكس تربيع. طبعا انت مجرد النظر تقدر تشوفها. يبقى اذا دي عباره عن 2 زائد 2. طب ما انا عندي هنا 4. طب وين المشكله؟ خذ 2 على المشترك. يبقى اذا التكامل هيبقى كام؟ تعال نشوف. يبقى اذا في هذه الحاله اقول التكامل هاخد 2 في البسط على المشترك، يبقى احصلها 2 اكس زائد 2 على 5 زائد 2 اكس زائد اكس تربيع دي اكس. في هذه الحاله الاثنين عندي اللي هتطلع بره التكامل، يبقى عندنا هتبقى 2 والبسط مشتقه المقام، يبقى لان المقام يبقى 5 زائد 2 اكس زائد اكس تربيع زائد مين الكونستنت، وخلص المساله. يعني الاجابه الصحيحه هي الاخيره. طبعا الاجابات دي تشمل رقم 14 ورقم 15 مع بعض، يبقى تاخد دي المساله رقم كام؟ المساله رقم 14. اما المساله الثانيه هل يعمل فيها نفس الكلام؟ ما عنديش اكس في البسط، يستحيل ان يكون البسط مشتق للمقام الا اذا كان المقام دال من الدرجه الاولى. طبعا عندي دال من الدرجه الثانيه. يبقى لابد من اكمال المربع، بس قبل ما اعمل اكمال المربع اتاكد هل المقدار الموجود في المقام قابل للتحليل ولا لا؟ لو قابل للتحليل يبقى استعمل انتجريشن باي بارشال فراكشن اللي هي الكسور الجزئي. طب اعرفها ازاي؟ بكل بساطه ممكن لو انت ما تعرفش تحلل بالاله الحاسبه، هضغط من يوم وهضغط 2 سوري من يوم وهضغط كام عندنا اللي هي القوسين الوسطي الناقص وهختار رقم 2 وبعد كده اختار مين كمان؟ اضغط على كلمه بولينوميال ديجري يعني الدرجه الثانيه. انا عندي اكس تربيع رقم معاملها كام؟ 1. الاكس معاملها موجب 2 وهي الحد المطلق 5 واقول له يساوي حصلت كومبلكس نمبر. طالما في اي بكون طالما اكون في نمبر يبقى غير قابل للتحليل. يبقى اذا في هذه الحاله نبدا نعمل اكمال مربع زي ما عملنا من شويه. يبقى اكمال مربع عباره عن مين؟ عباره عن عندنا 5 زائد هنعمل قوس كده هنخلي موجب اكس تربيع الاول وبعد كده موجب 2 اكس رتبنا الحدود بس وهكتب علامه زائد مسافه هنا القوس قدام علامه زائد يبقى لازم اعمل علامه ناقص واعمل قوس. طيب هنا اخذ نص معامل اكس، نص معامل اكس واحد، واحد تربيع بواحد، يبقى هنضيف واحد ونطرح واحد. في هذه الحالة يبقى كام؟ عندي 5 ناقص واحد احصلها 4. زائد هذا القوس هي عبارة عن قوس تربيع. جذر الأول يبقى اكس، جذر الثاني واحد، إشارة الحد الأوسط. يبقى إذا في هذه الحالة أقول له كلام بيساوي تكامل 4 على مين؟ أصبحت 4 زائد اكس زائد واحد اس كاب اس اثنين. هنا اقدر اطبق القاعده اللي عندنا فوق هنا لان انا عندي الداله اللي تحتها اكس زائد واحد مشتقتها واحد، هتقول لي 4 مش مشكله نريحها خالص من 4 هكتب لك هنا واحد ونطلع نخلي الاربعه هنا برا التكامل 4 ضرب 1 ضرب 4. يبقى اذا الداله مو مشتقه يبقى اقدر اطبق هذه القاعده فورا وبالتالي احصل على مين؟ اقول له عندنا الاربعه اللي برا التكامل نشتغل بيها مضروبه في اقول له 1 على ايه؟ هل ايه دي اسمها ايه تربيع. فاذا هو ايه تربيع يبقى اذا ايه ب 2 جذر 4 2 مضروبه في تان انفرس لمين؟ لاف اكس الداله نفسها اللي جوه القوس اللي هو اكس زائد 1 اقسمها على الايه اللي هي ب 2 زائد الكونستنت. يبقى اذا طبعا اكنسل او اختصر الاثنين مع الاربعه حصل 2. يبقى انا عايز 2 تان انفرس اكس زائد 1 على 2 وبالتالي الاجابه الصح اليمين البي تاخذ رقم كام؟ المساله رقم 13. ده الكلام ده لو انت حافظ الفورمولا اللي فوق. طب لو انت مش حافظ الفورمولا هستخدم انتجريشن باي سبستيوشن وبالتالي هعمل ايه؟ هضطر اعمل اخذ الاربعه دي على المشترك بره. يبقى اقول له الكلام ده يساوي 4 تكامل 1 على هاخذ الاربعه على المشترك يظل عندنا 1 زائد جذر الأربعة 2 خليها جوه التربيع جوه القوس بالمرة عشان نختصر خطوات. يبقى اكس زائد 1 على 2 الكل تربيع. دي هنبدا نعمل ايه؟ نعمل التعويض. يبقى انا عندي اقول اليو عبارة عن مين؟ اليو كل اللي جوه الجذر كل اللي جوه القوس ده. يبقى كل المقدار اللي جوه داخل القوس هو هنخليها اليو. طب تعالى نشوف نكمل ازاي. يبقى عندنا عبارة عن اليو هي عبارة عن اكس زائد 1 على 2 اعمل ضرب تبادلي يبقى 2 يو تساوي اكس زائد 1 اشتق ابدا عوض. يبقى كلام يساوي بس خلي بالنا الاربعه تتكنسل مع 4 خلاص مالهاش لازمه عندي واحده في البسط في المقام 4 على 4 بواحد. يبقى تكامل 1 على هتبقى عندك 1 زائد اللي جوه القوس خلينا يو يبقى تبقى يو تربيع
ولكن دي اكس بكام؟ باثنين دي يو، يبقى اثنين دي يو. خلي الاثنين برا التكامل، طب اصبحت يا بيزك انتجريشن. طب يا ترى دي عباره عن خاصه بمين؟ بالتان انفيرس. يبقى اذا الاثنين المفروض اكتب تان انفيرس يو. طب واليو بكام؟ هي عباره عن اكس زائد واحد على اثنين زائد الكونستنت وخلصنا. فشوف انت لو انت حافظ الفورمولا اللي فوق بعد اكمال المربع مباشره بتقدر تكمل النتيجه. المثل يبقى اكمال مربع خطوه، طبق القاعده مباشره. لو انت مش حافظ القاعده اللي انت كتبتها لك فوق دي هتضطر تعمل هذه الخطوات كلها، وخاصه المثل لما يكون عندي لو مثل كتابي او البونص الجاي لك فلازم اكتب الخطوات. اما المالتيبل تشويس ليها طريقه ان شاء الله هنتابع مع بعض للاخر ونقول لكم الطريقه. نيجي لسؤال اخر ذكر. حاطط لك دايما السؤالين المتشابهين جنب بعض، الاولى فيها 4 تي والثانيه البسط بتاعها تي زائد 1. طب ما تيجي نشوفها، هل الاولى هل البسط ينفع نشتق المقام؟ انا لو اشتقت المقام احصل 2 تي زائد 2. لا مش هتنفع، انا عندي 4 تي. لو خدنا 2 لو خدنا 2 هتبقى 2 تي. طب زائد 2 هعملها ازاي؟ هضطر اضيف 2 واطرح 2 وبقدر اقسم. طب ما المقام غير قابل للتحليل، يبقى لازم اعمل اثنين مربع، يبقى من البدايه اعمل اثنين مربع وخلاص. اما المساله رقم 16، المساله رقم 16 لو جبنا اوجدنا مشتق المقام الاقيها 2 زائد 2 تي زائد 2. طب يبقى لازم هنا بكل بساطه اضرب البسط في 2 والمقام في 2، يبقى اقول له كده الكلام ده يساوي 1 على 2 وهضرب فوق في 2 تبقى تحول 2 تي زائد 2 على تي تربيع زائد 2 تي زائد 4 دي تي. اصبح هنا ايه؟ اصبح البسط يساوي مشتقة مين؟ مشتقة المقام. يبقى نخلي بالنا، يبقى الكلام ده يساوي كام؟ نص لن ابسوليوت فاليو لتي تربيع زائد 2 تي زائد مين؟ 4 زائد الكونستنت. خلصت المسألة اللي هي رقم 16. طبعا الحل الصح اللي هو رقم دي تبع المسألة رقم 16. طيب انا عايز ايه دلوقتي؟ عايز اشوف المسألة الثانية نعملها ازاي؟ يبقى هنا لابد من اكمال المربع فيها. طالما المقام لا يقبل التحليل، وقلنا عرفنا نعرفه ازاي بالسلم الالحاد، طالما المقام لا يقبل التحليل يبقى لابد من اكمال المربع. طب ما تيجي نعمل اكمال المربع، يبقى اذا هناخد الجزء المقام ده وناخد نعمله على جنب كده الحال. يبقى عندنا 5 زائد نرتب نخلي التي تربيع في الاول زائد 2 تي ونكتب زائد ونسيب مسافه، وطالما قبل القوس زائد يبقى اكتب ناقص ونعمل قوس عشان ما ننساش. طب انا عندي نص، انا دايما اخد نص في الوسط ده، نص الاثنين، نص الاثنين واحد، اضربها في نفسها واحد ضرب واحد بواحد، يبقى انزل هنا اكتب واحد وهنا اكتب واحد. اتاكد ازاي؟ فك الاقواس. يبقى عندك 5 زائد تي تربيع زائد 2 تي زائد 1 ناقص 1، دي ضرب مع دي رجعت لاصلها المساله، يبقى كده ماشيين صح. يبقى اذا نبدا نعمل ايه؟ نبدا نكمل المساله بتاعتي. انا عندي هنا 5 وعندي سالب 1، يبقى عندنا موجب 4 زائد هذا القوس اصبح مربع كامل، يعني قوسه 2. خذ الجذر الاول، جذر التربيع تي تربيع تي، جذر الواحد واحد، الحد الاوسط ناخذ منه الاشاره فقط. هذا بالنسبه للمساله. طب هل يمكن ممكن اطبق هذه القاعده اللي احنا خدناها من شويه؟ طبعا لا. ليه؟ لان انا عندي هنا هل البسط مشتق الداله دي اللي جوه؟ تعال نشوف يمكن نحصلها بهذا المنظر. فاذا نعوض، يبقى الكلام ده بيساوي تكامل مين؟ هقول له 4 تي وعندي هنا 4 زائد تي زائد 1 اس 2 دي تي. طب اسال نفسي بقى عشان لو عاوز اطبق القاعده اللي خدناها من شويه، هل هنا تي زائد 1 مشتقتها 4 تي؟ يستحيل. تي زائد 1 مشتقتها بواحد، فلو كانت 4 بس من غير التي كنا طلعناها برا التكامل خلاص وخلصت وطبقنا القاعده، ولكن هنا مش هينفع. يبقى لازم استخدم انتجريشن باي سبستيتيوشن او التكامل باستخدام التعويض. طب كيف التكامل باستخدام التعويض؟ قلنا في هذه الحالات لازم اخلي دي واحد فباخد الاربعه عامل مشترك، يعني النتيجه يساوي كام؟ اقول له يساوي طبعا الاربعه دي بره وهاخد الاربعه كمان دي بره عامل مشترك من المقام، يحصل ايه؟ واحد سوري تي اقسمها على مين؟ دي اقول اربعه تقسيم اربعه يبقى واحد زائد جذر 4 2، يبقى نقدر ندخلها جوا القوس كده اكتبها تي زائد 1 على 2 اس 2 دي تي. هنبدا بقى نستخدم انتجريشن باي بارتس باي سبستيتيوشن. طبعا الاربعه مع الاربعه بواحد. هنستخدم السبستيتيوشن عباره عن مين؟ ما داخل القوس التربيع هو دي عباره عن مين؟ اليو.
فتلاقيها كلها مكرره نفس الطريق. وبالتالي اقدر اقوله كده بكل بساطه ان عندي اليو هي عباره عن تي زائد واحد على اثنين، عشان ما تغلبش في الاشتقاق اضرب ضرب تبادلي، يبقى 2 يو تساوي تي زائد واحد، اشتق يبقى 2 دي يو تساوي دي تي، عوض يبقى تكامل. ولكن هي انا محتاج التي فوق في البسط، التي اجيبها منين؟ موجوده هنا. يبقى ما علي ان انا ارحل الواحد باشاره مخالفه، يبقى لما تروح الواحد باشاره مخالفه يبقى التي تساوي كام؟ عباره عن 2 يو ناقص واحد، يبقى البسط عباره عن 2 يو ناقص واحد على المقام واحد زائد، وبدل الحجم الكبير ده تي زائد واحد على 2 هنكتبها يو، ولكن يو اس 2. طب والدي تي هي عباره عن مين دي تي؟ هي عباره عن 2 دي يو. الاثنين دي برا التكامل ما يشتغل بيها، يبقى الكلام بيساوي اقول 2 برا التكامل. في هذه الحاله لما تلاقي حاجه زي كده وزع البسط على المقام، يعني قسم التكامل بتاعك الى تكاملين، يبقى عندنا 2 يو اخذها على واحد زائد يو تربيع دي يو. ولكن خلي بالنا الاثنين دي في هضربها في التكامل الثاني نفس الكلام، يبقى ناقص اهي ناقص 4 2 تكامل واحد على واحد زائد يو تربيع دي يو. كده تقريبا المساله خلصت. طب الناتج النهائي عباره عن مين؟ اقول له 2، اتلاحظ ان البسط مشتقه المقام، يبقى هنا في هذا الجزء عباره عن مين؟ البسط هو عباره عن مشتقه المقام، لان انا مشتقه اليو تربيع بتن يو. يبقى اذا لن مين؟ لن ابسوليوت فاليو لواحد زائد يو تربيع ناقص 2. طبعا دي من التكاملات اللي احنا حافظينها، واحد على واحد زائد يو تربيع اللي هي تان مين؟ اللي هي مين؟ تان انفيرس. يبقى اقول له كده تان انفيرس لمين؟ لليو زائد الكونستانت. ولكن لسه ما خلصتش، لازم ارجع اليو الاصل. اليو كانت كام؟ تي زائد واحد على 2، يبقى نرجعها الاصل. يبقى الكلام ده بيساوي عبارة عن 2 لن ابسوليوت فاليو 1 زائد تبقى تي زائد 1 على 2، ولكن هنا اسياه اس 2 ناقص 2 تان انفيرس تي زائد 1 على 2 زائد الكونستانت. وبالتالي المسألة خلصت بهذا الشكل. طبعا الإجابة الصح اليمين الاي، إجابة رقم كام دي؟ إجابة رقم 15. هذه بالنسبة لمين؟ للطريقة. فإذا أنت مطالب بهذه الطرق عشان تقدر تحل. ولكن احنا قلنا في طرق ابسط، ولكن باستخدام الاله الحاسبه. ولكن باستخدام مين؟ الاله الحاسبه. ممكن مثلا مالتيبل تشويس اخلصها باستخدام الاله الحاسبه، اي تكامل من التكاملات اللي عندي دول. نبدا مع اول سؤال مع انتجريشن باي بارس، ونشوف يا ترى نوعيه الاسئله الموجوده عندنا كده. قبل ما نبدا في الاسئله هديك هنت بسيط تختار باليو، عشان هي اهم حاجه اختار اليو والدي في، يا ترى مين اللي تنفع دي يو الدي في ومين اللي ينفع اليو. لو انا اخترت اليو بطريقه صحيحه المساله تمشي معايا صح بسهوله جدا، وهتخلص المساله بسهوله. لو اخطات في اختيار اليو ممكن انت المساله بتصعبها عليك على بزياده. فايه هي القاعده دي؟ احنا عندنا اربع خمس حروف كلمه ليت. فيعني ايه كلمه ليت او اختصار لايه كلمه ليت؟ اولا حرف ال اللي هي لوغاريتم. يعني ايه كلام ده؟ يعني اول ما الاقي داله لوغاريتميه في التكامل هي اضحى باليو مباشرة، اقول يو هي عبارة عن لن مثلا اكس. المرتبة الثانية في اليو او الترتيب الثاني اللي ياخد حرف اليو هي الانفيرس تريجونومتريك فانكشن، اللي هي عبارة عن مين؟ الدوال المثلثية العكسية. الدوال المثلثية ايه؟ العكسية. اللي هي ساين زي مين كده مثلا؟ زي الساين انفيرس مثلا. ها؟ لو انا عندي ساين انفيرس او عندي كوساين انفيرس اكس او عندي تان انفيرس اكس، هذه لها الاولويه الثانيه لو ما حصلتش مين اللوغاريتم. لو انا ما عنديش لوغاريتم وعندي انفيرس تريجونومتريك فانكشن يبقى هي اللي اخدها باليو. لا عندي لوغاريتم ولا عندي انفيرس تريجونومتريك فانكشن، يبقى الاولويه لمين اللي بعديه؟ الالجبريك او البولينوميال، يعني كثيرات الحدود، يعني مثلا اكس تربيع 3 اكس زائد 1 5 اكس اس 2 ناقص 1، هذه اسمها كثيرات حدود. يبقى ليها الاولويه رقم كام؟ الاولويه رقم 3. طب الاولويه رقم 4 مين هي؟ التريجونومتريك اللي هي النسب المثلثيه العاديه اللي هي عباره عن ساين اكس او كوساين مين اكس. اما التان والكوتان ليها صرفه ثانيه ممكن نتصرف فيها بعدين ناخدها، او لو حصلناها في مساله نشرحها بالتفصيل. يبقى اذا
هنا الترتيب اللي هناخد به حرف اليو. اخر حاجة عندي افكر ان انا اخدها بحرف اليو او دالة يو اللي هي عبارة الـ exponential function او الدوال الاسي. الدوال الاسي. الدوال الاسي نقصد بها مين؟ مثلا الدالة الاسية اي اس اكس مثلا. الدالة الاسية نقصد بها اي اس اكس او اللي هي مثلا 3 اس اكس وهكذا. ولكن احنا المشهور عندنا دايما في حساب اسئلتنا اللي هي اي اس اكس. هذا بالنسبة لترتيب اختيارنا لليو. طب ما تيجي ناخد السؤال ونشوف نحله ازاي. اولا انا عندي هنا اكس وسيكنت 40. طب مين اللي ياخدها اليو؟ هنا الاكس وهنا سيكنت. السيكنت طبعا من النسبه المثلثيه. لا، النسبه المثلثيه تيجي المركز الرابع، يبقى ناخد اليو. يبقى اذا عندنا اليو هقوله كده، اليو هي عباره عن مين؟ هي الاكس، والدي في هي عباره عن سيكنت تربيع اكس دي اكس. ولكن نخلي بالنا في الانتجريشن باي بارس اليو بنعمل لها اشتقاق. يبقى بعد ما كتبت اليو هعمل لها اشتقاق. الدي في هنعمل لها عمليه ايه؟ عمليه تكامل. طب نكمل ازاي؟ مشتقه اليو يبقى دي يو، مشتقه الاكس يبقى دي اكس. هعمل عمليه تكامل. طب تكامل السيكنت، تكامل السيكنت تربيع اكس كلنا حافظينها من الدوال الاساسيه اللي هي عباره عن مين؟ التان اكس. كيف اطبق القاعده هنا؟ خلي بالك تطبيق القاعده عشان ما تحفظ. يبقى هعمل ايه؟ كاني بعمل ضرب تبادل كده، هضرب اليو مع الفي. يبقى عندنا اليو ضرب الفي احصلها اكس تان اكس. والقاعده بقى كده هضرب دي مع بعض اللي تحت، ولكن معاهم مين؟ ناقص وعلامه التكامل. يبقى ناقص علامه التكامل. هضرب التان في دي اكس، يبقى طبعا عندي هنا تان اكس دي اكس. طب يا ترى التان احلها ازاي؟ التان دايما لما تحصلها خليها ساين على كوساين. يبقى عندنا اكس تان اكس ناقص تكامل. التان عبارة عن ساين اكس على كوساين اكس دي اكس. يبقى هنا نخلي بالنا، هل البسط مشتقة المقام؟ انا عندي مشتقة الكوساين بمين؟ بسالب ساين. يبقى يلزمني هنا في اشارة سالب. يبقى لازم ضربت فوق سالب وهضرب برا في سالب، يتحول الى هنا ايه؟ يتحول الى موجب. وبالتالي هنا اصبح ايه؟ اصبح البسط يساوي مشتقة مين؟ مشتقة المقام. يبقى اقدر اقول ان المقام، وبالتالي اقدر اعمله كده، اقول الكلام ده يساوي اكس تان اكس زائد مين؟ زائد لن ابسوليوت فاليو للمقام اللي هي كوساين اكس زائد مين الكونستانت. والمساله كده انتهت. الاجابه رقم سي. هذا بالنسبه مين للسؤال. تطبيق قاعده الانتجريشن باي بارت سهله جدا، بس اهم شيء زي ما قلت لك اختار اليو صح. اختار اليو بشكل صحيح. طيب ما تيجي ناخذ سؤال ثاني. بيقول لي لين اكس تربيع هنا لين لوغاريتم، يبقى حرف ال ليت، يبقى هي ليها الاولويه ناخدها بحرف اليو. طب انا عندي لين اكس تربيع، اخد لين اكس لحالها واسيب التربيع ولا ايه بالظبط؟ لا، خدها زي ما هي وريح دماغها. خد اللين اكس كل اس 2 زي ما هي باليو. يبقى اذا نقدر نقول اليو، وليه طريقه، في طريقه ثانيه هقول لك عليها ممكن ما فيش مشاكل. يبقى عندنا اليو عباره عن مين؟ اقول له لين اكس الكل تربيع. طب والدي يو انت ما سبتش الدي في، سوري انت احنا ما سبناش حاجه للدي في. لا موجود الدي في، هي عباره عن مين؟ اخدها الدي اكس نفسها. يبقى اليو دايما اعملها اشتقاق، يبقى دي يو هي عباره عن مين؟ ايوه هنا قوس اس 2. يبقى هستخدم التشين رول او قاعده السلسله. يبقى هنزل الاس قدام ونقص من الاس واحد، ثم هضرب في مشتقه مين؟ الداله اللي داخل القوس. يبقى 1 على اكس، مشتقه اللين 1 على اكس دي اكس. طب بالنسبة للفي هي عبارة عن اعمل تكامل، تكامل الدي اكس باكس. هنضرب، يبقى هضرب الاثنين ده كده مع بعض اللي هي اليو والفي. يبقى عندنا التكامل اللي هو تكامل لين اكس اس 2 دي اكس، هي عبارة عن مين؟ اقول له يساوي، يساوي ايه؟ هضرب، يبقى عندنا الاكس مضروبة في لين اكس كل تربيع كده. هعمل اضرب الاثنين ده مع بعض ولكن معاهم ناقص تكامل، ناقص تكامل. ونخلي بالنا من الاشارات، الاشاره دي موجب والاشاره دي موجب، خلاص يبقى السالب زي ما هي. هضرب الكل ده مع بعض، يبقى هضرب اثنين، نعملها بالتفصيل اهو، اثنين لين الاكس، خلاص اس واحد مالهاش لازمه نعملها اقواس، مضروبه في واحد على اكس، مضروبه في الفي اللي هي اكس نفسها دي اكس. نبدا نعمل اختصار. الاحظ ان انا عندي هنا الاكس وهنا الاكس، يتكنسلوا مع بعض لان واحد في البسطه في المقام. طب ظل معايا اثنين لين، هضطر استخدم انتجريشن باي بارتس مره تاني، انتجريشن باي بارتس مره تاني. يبقى كلام ده يساوي كلام، اقول له اكس لين اكس الكل تربيع ناقص.
يبقى انا اخذ الداله طالما لين اخذها خلاص اخذها اجباري اخذها باليو. يبقى انا عندنا اللين اكس في هذه الحاله هي مين؟ اليو. وبالتالي دي يو هي 1 على اكس دي اكس. طب بالنسبه للدي في دي في اخذها بالاثنين يبقى 2 دي اكس. يعني الفي هي عباره عن 2 اكس تكاملها. يبقى هنا هنعمل عمليه تكامل وهنا هنعمل عمليه اشتقاق. نخلي بالنا هنطبق القاعدة، ولكن طالما الإشارة دي سالب نعمل قوس كبير كده. نطبق القاعدة قلنا عليها الآن. يبقى عبارة عن 2 إكس لن الإكس ناقص هضرب الاتنين مع بعض مع ناقص التكامل. يبقى ناقص تكامل هضرب 2 إكس مع 1 على إكس. طب أنا لو ضربت 2 إكس مع 1 على إكس، الإكس هتضرب مع الإكس يظل 2، يبقى 2 دي إكس. هنفك القوس ونعمل عمليه التكامل. يبقى عندنا إكس لن اكس الكل تربيع ناقص 2 اكس لان الاكس سالب مع سالب، اوعى تنسى انها موجب. تكامل الاثنين عباره عن مين؟ تكامل الاثنين هي 2 اكس زائد مين؟ الكونستانت. والمساله انتهت. فزي ما انتم شايفين هتلاحظ انك انت عندك الاجابه الصحيحه هي عباره عن مين؟ الاجابه عندنا اكس في لان اكس الكل تربيع ناقص 2 لان اكس بقى زائد مين؟ 2 اكس. يبقى هي الاجابه الاولى هي الاجابه الصحيحه. هذه بالنسبه لطريقه التعامل مع اللين، وخاصه لما يكون عندي لين تربيع. في ناس بتعملها ازاي تاني، او انت لو حابب تحل بيها ايضا، يقول لي انا هاخد مثلا اعوض اعمل التعويض الاول، يبقى تي اعملها لين الاكس. يبقى اذا في هذه الحاله احصل على مين؟ اقول له دي تي تساوي 1 على اكس دي اكس، ونبدا نعوض. يبقى تكامل طبعا هنا الدي اكس يبقى اكس دي تي، يبقى اكس دي تي. وتبقى هنشوف نعملها ازاي. يبقى هحول ايه؟ يبقى عندك التي هتبقى تي تربيع، لين اكس تربيع يبقى تي تربيع. طب الدي تي عباره عن اكس دي الدي اكس دي عباره عن اكس دي تي. فلازم اوجد الدي اكس دي. طب من هنا اعمل ايه؟ لو مثلا عندي تي يساوي لين، فهرفع دي اعملها اي، تبقى كده اي اس تي يساوي اي اس لين. فالاي مع اللين هتضيع فهتحصل اكس، يبقى اكس يساوي مين؟ اي اس تي. فهنا تتحول الى تكامل، تكامل تي تربيع اي اس تي دي تي. فهذا اصبح بهذا الشكل. اعمل عمليه انتجريشن باي بارتس مرتين، يعني اطبق القاعده مرتين على هذه الجزئيه، ثم ارجع اعوض ثاني مره ثانيه التي عنها باستخدام اللين، والمساله خلصت. هتعطيك نفس النتيجه، هتعطيك نفس النتيجه. فممكن اعملها بهذا الشكل، وبعد كده اعمل عمليه تكامل، وبعد كده ارجع التي لاصلها، او اخليها مباشره اخذ اليو بلين اكس تربيع. الاثنين صح، وفي الاثنين هيعطيك نفس النتيجه، ما فيش اي مشكله فيها ان شاء الله. السؤال رقم 15 بيقول لي تكامل اكس تكعيب اي اس اكس تربيع. طب تعال نشوف نفكر مع بعض. احنا قلنا لو عندي داله اسيه وداله كثيره حدود، يبقى الاولويه لليو هي عباره عن مين؟ اكس تكعيب. لو انا حابب احل باستخدام مين؟ الانتجريشن باي بارت، يبقى اكس تكعيب هي اليو. طب الدي في لازم تكون الداله الاسيه اي اس اكس تربيع دي اكس. طب هل اقدر اعمل عمليه تكامل لهذا الشكل لهذا الجزء؟ طبعا لا، ما عنديش تكامل لاي اس اكس تربيع لحاله. طيب انا ممكن اعملها بحركه ثانيه غير كده، ايه هي؟ تعال نشوف الاول ونحلها لكم بحل. ممكن نحل باستخدام انتجريشن باي بارتس مباشره، نخليه كحل ثاني. يعني هنا لما تلاقي حاجه كده اي اس اكس تربيع مش هتعرف تعمل تكامل، يبقى استخدم التعويض الاول. هنستخدم التعويض في البدايه. فمثلا هاخد الاس الخاص بالداله الاسيه هنسميه تي، لان هذه هي المشكله اللي عندي. يبقى تي تساوي اكس تربيع، وفي هذه الحاله نشتق، يبقى دي تي يساوي 2 اكس دي تي دي دي اكس. يبقى في هذه الحال نقدر نقول ان الدي اكس هي عباره عن مين؟ دي تي مقسومه على 2 اكس. تعال نعوض كده. يبقى تكامل انا عندي اكس تكعيب، طب الاي هتبقى اي اس سي تي لان انا خلينا اكس تربيع بتي. طب الجزء الثاني الدي اكس عباره عن دي تي على 2 اكس. طب ما تيجي تشوف كده في حاجه مهمه جدا، انا عندي هنا اكس وهنا عندي اكس تكعيب، اقدر اختصر. طب انا عملت عمليه تبسيط ايه اللي يحصل؟ يبقى تكامل طبعا في نص الاثنين بره تطلع بره تكامل بنص، ما فيش مشكله فيها. هيبقى عندي اكس تكعيب لما اقسمها على اكس اس 1 حاطين يا اكس اس 2 اي اس مين تي دي تي. طيب ما الاكس ما ضاعتش، ولكن نقدر نعوض عنها. خلي بالك انا عندي اكس تربيع، طب ما احنا جايلين اكس تربيع اساسا بكام؟ يبقى اعوض عنها بتي. في هذه الحاله احصل المساله بهذا الشكل نص. ممكن كمان نخلي النص مع الاكس عادي، مش مشاكل جوه التكامل، او نخليها بره. يبقى دي عباره عن تي هتبقى اي اس تي دي تي. هنا بقى نقدر نستخدم مين؟ التكامل باستخدام التجزئه او الانتجريشن باي بارتس.
يبقى في هذه الحالة أنا عندي دالة أسية وعندي دالة كثيرة حدود، يبقى الأولوية لدالة كثيرة الحدود أخذها باليو، يبقى عندنا اليو أخذها بتي، والدي في أخذها بمين؟ بالإي والسي تي دي تي. هنا بقى ليها تكامل، إي والسي تي معروفة، أما إي والسي إكس تربيع ملهاش تكامل عندي. يبقى إذا أشتق يبقى دي يو تساوي دي تي. طب والفي أعمل عملية تكامل، تكامل الدالة الأسية نفس الدالة الأسية مقسومة على معامل الأس اللي عندي، مفيش معامل بواحد. يبقى إذا الكلام ده بيساوي كلام أقول يساوي، أوعى تخلي تنسى إن عندي النص وهفتح قوة، أنا نريد نص مضروب في التكامل. اضرب بقى زي ما قلنا، يبقى هنا اليو مضروبة في الفي، يبقى تي مضروبة في إي أس تي ناقص، ده أنا هضرب الاثنين ده مع بعض معاهم ناقص التكامل. يبقى ناقص تكامل طبعا إي أس تي دي تي، يبقى إي أس تي دي تي. هنفك الأقواس ونعمل عملية تكامل، يبقى عندنا نص تي اي او سي تي نص زي ما هي كده هضربها في التكامل. طب تكامل الداله الاسيه بنفس الداله الاسيه زائد مين يكون اصلا، يبقى اذا ارجع كل حاجه اصلا التي كانت تام اكس تربيع، يبقى اذا عباره عن نص اكس تربيع اي او سي اكس تربيع ناقص نص اي اكس او سي 2 زائد يكون اصلا. طب مش موجوده، ما احنا نقدر ناخد العامل المشترك، نقدر ناخد النص عامل مشترك والاي او سي اكس تربيع عامل مشترك، قسم هتلاقي الجزء الاول اكس تربيع الجزء الثاني ناقص واحد زائد مين الكونستنت وخلص المساله. هذه طريقه ان انا ممكن استخدم هي اقدر اتصرف فيها بهذه الطريقه. طب واحد ثاني يقول لي اقدر اتصرف بطريقه ثانيه، ممكن. ازاي اروح اعمل ازاي اعملها كده؟ اقول له تكامل الاكس تكعيب دي اخليها اكس تربيع مضروبه في اكس وهنا تبقى اي اس اكس تربيع، ممكن اعملها كده. طب الاكس تربيع اللي فوق دي مشتقتها بكام؟ باثنين، يبقى هضرب هنا في اثنين يبقى هذا المنظر وهضرب بره في نص. في هذه الحاله اخذ دي عباره عن اليو واخذ دي عباره عن الدي في. طب ازاي؟ يبقى عندنا اليو ممكن النص مالناش دخل فيه خلاص، اليو هي عباره عن اكس تربيع وعندنا الدي في هي عباره عن اثنين اكس اي اس اكس تربيع دي اكس. فلو انا اشتقيت دي تبقى يو تساوي 2 اكس دي اكس. طب لو عملت تكامل دي احنا قلنا تكامل اي اس اف اكس اذا كان مضروب في المشتقه بتاعه الاس دي اكس هيعطيني مين؟ الداله الاسيه نفسها، يبقى اي اس اف اكس زائد يكون طب ما موجوده، يبقى عندي هتديني اي اس اكس تربيع. هتعمل عمليه ضرب عادي، يبقى لو انا سميت دي عباره عن انتجريشن اي يبقى اقول له اي تساوي هضرب دوت مع بعض يعطيني اكس تربيع، طبعا هنا هو ننسى النص يبقى هكتب النص وافتح قوس، يبقى عندنا نص قوس يبقى عندنا اكس تربيع اي اس اكس تربيع ناقص هضرب الاثنين مع بعض يبقى تكامل 2 اكس اي اس اكس تربيع دي اكس يساوي كام؟ يبقى عندنا نص اكس تربيع اي اس اكس تربيع ناقص هضرب النص هنا يبقى زي ما هي نص، ولكن دي جاهزه خلي بالك كانها دي بالظبط نفس اللي هي بالظبط، يبقى تكاملها بكام؟ بالداله الاسيه نفسها بقى اي اس اكس تربيع زائد مين الكونستنت، خد النص والاي اس اكس تربيع مشترك تحصل اكس تربيع ناقص واحد زائد الكونستنت خلص المساله. ليك مطلق حريه تتصرف في المساله بطريقه. فاذا التكاملات بتبقى ليها اكثر من طريقه، ولكن كيف تاتي لها هذه الافكار؟ انت اذا حللت تكاملات كثير هتلاقي الافكار تتجمع معاك، فبمجرد ما تطلع على المساله تقدر تحلها مباشره وتعرف الطريقه الانسب ليها. طب يا استاذ انا عندي مالتيبل تشويس هكتب ده كله، المفروض نكتب الكلام ده كله، ولكن احنا الالات الحاسبه الموجوده معانا الحديثه ممكن تحل لي المساله دي بكل سهوله لو عندي مثلا مالتيبل تشويس. طيب هاخد الاله الحاسبه هنطبق الاله الحاسبه بس نهايه الفيديو، تابعوا معايا للاخر فخلي بالكم معايا. تعال نشوف مساله ثانيه ونشوف نحلها ازاي. هنا نفس الكلام، ممكن احل الانتجريشن باي سبستيوشن وممكن احل الانتجريشن باي باي بارتس، ولكن اسهل ان انا احلها انتجريشن باي سبستيوشن افضل لي. طب ليه؟ ازاي؟ اولا ان انا عندي هنا القوس اخدها زي ما هي كده اخدها باليو، يبقى انا لو خدت دي كده يو يبقى احصل على ايه؟ يبقى عندنا يو اكتبها كده عندنا على جنب، اذا يو هي عباره عن 4 زائد اكس تربيع. طب دي يو عباره عن مين؟ هتبقى 2 اكس دي اكس، يعني نقدر نقول ان الدي اكس هي عباره عن دي يو على 2 اكس. عوض
يبقى تكامل الاكس تكعيب. سيبنا منها الاكس تربيع التكعيب لو كان شفنا نتصرف فيها ازاي هتتضح ليك عشان ما لخبطكش معاك. يبقى اكس تكعيب المقام هيبقى عندك يو اس 3 على 2. احنا خلاص اللي جوه القوس كله خدناه بيو. طب الدي اكس عباره عن دي يو على كام عندنا؟ دي يو على 2 اكس. يبقى المقام عندي دي يو على 2 اكس. طيب ما الامور بدات توضح معاه. انا عندي هنا اكس وعندنا اكس تكعيب. ما نقدر نختصر. يبقى اذا الكلام ده يساوي كام؟ خلي الاثنين دي برا التكامل خلاص اللي في المقام تكامل. اكس تكعيب لما اقسمها على اكس يبقى هنقص الاسس تبقى اكس اس 2 على يو اس 3 على 2 دي. طب واكس تربيع جايبها منين؟ طب ما احنا جايلين من شويه هنا ان انا عندي اليو يساوي 4 زائد اكس تربيع. يبقى نقدر من خلالها نوجد اكس تربيع يا معلم. يبقى اذا نقول له كده عباره عن اكس تربيع يساوي عبارة عن اليو ناقص الأربعة. يبقى عوض في البسط عبارة عن مين؟ أقول النص تكامل وأصبح الدي يو ناقص أربعة على يو أس ثلاثة على اثنين. وزع البسط على المقام وكده المسألة خلصت. يعني نقسم البسط على المقام يبقى نص تكامل. لما أقسم يو أس واحد على يو أس ثلاثة على اثنين أطرح الأسس يبقى واحد ناقص ثلاثة على اثنين. يعني احصلها يو اس كام؟ سالب نص ناقص. خلي بالك دي 4 يبقى دي 4 مش يو. يبقى اليو اس 3 على 2 بتطلع في فوق في البسط باس سالب 3 على 2 دي يو. يعني الكلام بيساوي خلي بالك النص مضروب في الكل. يبقى اذا النص نفتح قوس ازيد الاس 1 سالب نص ازيد عليها 1 تبقى موجب نص. اضرب في مقلوب هذا المقدار ناقص 4 مضروبه في مين؟ يبقى عندنا يو. هضرب او ازيد الاس 1 طب سالب 3 على 2 زائد 1 يعطيني سالب نص. هضرب في مقلوب هذا المقدار يبقى سالب 2 على مين؟ على 1. طبعا هنا زائد مين؟ الكنص. يبقى فك الاقواس نص ضرب 2 يبقى خلاص ضعوا مع بعض. عوض عن اليو اللي هي عباره عن مين اليو؟ اللي هي عباره عن 4 زائد اكس تربيع. يبقى انا هعوض هنا واقول له مباشره عباره عن 4 زائد اكس تربيع. اس كام عندنا؟ اس نص. طب اس نص نقدر نعملها ايه؟ نقدر نعملها جذر تربيع. يبقى اس نص معناها جذر تربيع ناقص 4 ضرب سالب 2 سالب 8 هضربها في النص اللي بره احصلها مين؟ سالب في سالب لها موجب. نخلي بالنا هنا في سالب سالب وكانت في سالب من البدايه يبقى تحول الى مين؟ الى موجب. طب اذا موجب كام؟ هتبقى موجب 4. طب دي اس سالب نص. طالما اس سالب نص يبقى تنزل في المقام باس موجب نص. واس موجب نص يعني معناها ايه؟ الجذر التربيعي. يعني دي هتبقى معناها كام؟ معناها موجب 4 على الجذر التربيعي 4 زائد اكس تربيع زائد مين؟ الكونستانت. وتبقى المساله كده انتهت. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا السؤال. وبالتالي الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم مين؟ رقم دي. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعده ونشوف نتعامل معاه كده. سؤال ثاني من الأسئلة المهمة ودي ممكن أقول لك ممكن تجيك في الامتحان فنخلي بالك من هذه النوعية من الأسئلة. فمثلا عندي كوساين إكس وعندي لين ساين إكس. طبعا طالما قلنا احنا يا شباب فيها لين لوغاريتم يبقى لازم هي لها الأولوية رقم واحد في الدالة يو. فنخلي بالنا منها وبالتالي أقدر أقول له كده عندنا اليو عبارة عن كام؟ يبقى اليو هي عبارة عن لين ساين إكس. ال دي في هي عبارة عن مين؟ أخذها مين؟ بكوساين إكس دي إكس. هذا بالنسبة مين؟ بالنسبة لاختيارنا المين لليو والدي في. فنخلي بالنا. طيب أعمل اشتقاق يبقى دي يو هي عبارة عن مين؟ مشتقة اللين هي عبارة عن الساين الدالة تبقى في المقام فمشتقتها في البسط يبقى كوساين إكس دي إكس. واحد يتسرع ويقول لي يساوي كوتان إكس دي إكس. طبعا ملهاش لازمة لأن كده هتتعبك أكتر. فخليها زي ما هي ونشوف اذا كان في اختصارات ولا لا. طب بالنسبه للجزء الثاني بيقول لي الفي يبقى هنا عامل تكامل. تكامل الكوساين هي عباره عن مين؟ هي عباره عن موجب ساين. لان انا عندي لو اشتقت الساين تديني موجب كوساين. يبقى اذا اطبق القاعده يبقى اذا هذا التكامل يساوي هنطبق القاعده بالدوريه اللي قلنا عليها. يبقى هضرب اليو في الفي يبقى عندنا الساين اكس مضروبه في لين ساين مين؟ ساين اكس. هقول ناقص تكامل هضرب الاثنين دول مع بعض ناقص تكامل. هنا الاشارات موجبه والاشاره دي تظل كما هي. يبقى هضرب عندنا كوساين اكس على
ساين اكس هنضربها في مين؟ هنضربها في ساين اكس دي اكس. طب انت لاحظ ان انا قلت لك ما تكتبش دي كوتان، نفعت معانا ايه؟ لان انا عندي هنا كوساين وهنا عندي كوساين، اكنسلهم مع بعض لان واحده في البسط واحده في المقام. يبقى اذا في هذه الحاله هتساوي كام؟ اقول له عباره عن ساين اكس لين ساين اكس ناقص، اصبح هذا التكامل عباره عن تكامل كوساين اكس دي اكس. يبقى اذا النتيجه كام؟ اقول له عندنا ساين اكس لين ساين اكس تكامل الكوساين هي عباره عن ساين، يبقى ساين اكس زائد مين؟ الكونستان مثلا تحت. فانا عايز ساين اكس لين ساين اكس ناقص ساين اكس، يبقى اذا الاجابه الاخيره الاجابه رقم سي هي الاجابه الصحيحه. فزي ما انت شايف ما فيش مشاكل فيها ان شاء الله. في ناس يقول لك ليه؟ طب انا اقدر اخذ الساين داخل القوس دي باليو واعمل سبستيشن الاول، بعد كده بعمل عمليه انتجريشن باي بارت. طب انا كده كده هعمل انتجريشن باي بارت، يبقى من البدايه اخدها احسن. يبقى زي ما بقول لك دي افضل من ان انا اعملها انتجريشن باي سبستيشن وبعد كده اعمل انتجريشن باي بارت. هتطول معي السؤال على الفاضي. نيجي السؤال رقم 18 الموجود عندنا، عباره عن اكس ساين اكس تربيع. قلنا عندنا نخلي بالنا يا شباب، طالما عندي زاويه فيها هذا الشكل ليست داله خطيه، يبقى مش هينفع استخدم فيها الانتجريشن باي بارت مباشره، لان المفروض اخد اليو هي الاكس والساين الساين اكس تربيع هي اخدها الدي في. طب ما عنديش تكامل ليه؟ فمش هنا. فاذا نعملها ازاي؟ هنا طبعا ممكن نطبق فيها القاعده المباشره اللي احنا المفروض فاكرينها، ولكن هطبق نعوض فيها هنستخدم تعويض في البدايه واشوف ونكتب لكم بعد كده القاعده الثانيه. فهنا بعمل ايه؟ طالما عندي اكس تربيع مع الساين دايما خدها خلاص باليو، يبقى اليو يساوي اكس تربيع، وبالتالي دي يو المشتقه 2 اكس دي اكس. قسم على 2 على 2 اكس، يبقى عندك دي اكس يساوي كام؟ يساوي دي يو على 2 اكس. عوض يبقى تكامل اكس هتبقى ساين عندنا يا ساين يو، ودي اكس عباره عن مين؟ دي يو على 2 اكس. طب ما احنا ممكن نكنسل الاكس مع الاكس خلاص، يبقى النص ده يطلع فين؟ بره التكامل. يبقى الكلام ده يساوي كام؟ نص تكامل ساين مين؟ ساين اليو دي يو. معروف تكامل الساين، تكامل الساين طبعا هيبقى بسالب كوساين مين؟ كوساين يو زائد كونستانت. ردها الاصل يبقى سالب نص كوساين اليو كانت كام؟ اكس تربيع زائد كونستانت. فهذه الطريقه نقدر نحل بها. ممكن انت لو حافظ هذه القاعده ان انا عندي تكامل ساين اف اكس ساين اف اكس بهذا الشكل مضروبه في مشتقه هذه الزاويه دي اكس، مباشرة نقدر نقول الساين تكملها بكام؟ بسالب كوساين اف اكس دي زائد كوس. طبق القاعده، طبق القاعده دي في المساله بتاعتنا كده، يبقى تكامل اكس مضروبه في ساين اكس تربيع دي اكس. الداله الموجوده عندي هنا ساين اكس تربيع مشتقتها كام؟ 2 اكس، يبقى لازم اضرب هنا في 2، يبقى هضرب بره في كام؟ يبقى اذا الناتج نص، وهذه على حسب القاعده تعطيني مين؟ سالب كوساين اكس تربيع زائد كونستانت. يعني كده حليناها في خطوه واحده. يبقى اذا مهم جدا ان اقدر لو انا قدرت احفظ القواعد الخاصه بتعميم عمليه التكامل زي كده اقدر احفظها عشان احل مثلا زي كده بكل سهوله واحلها بسرعه. يبقى انا عندي سالب نص كوساين اكس تربيع، وبالتالي الاجابه هي ايه؟ السي. فنخلي بالنا بعض الاحيان الاجابات بتبقى متقاربه جدا، فركز اثناء الاختيار. لان المالتي تشويس الاونلاين انت مجرد ضغطت على الاختيار وعملت سبميت خلاص انتهى، لا فيها خطوات ولا فيها شيء، انت يا خمس درجات يا صفر فيها. فنخلي بالنا وندقق اثناء الاختيار. السؤال اللي بعده طبعا زي ما انتم شايفين محلول، ولكن احنا ممكن طبعا طالما عندك مالتي تشويس وعندك تكامل محدود يبقى بالالحاظ انت عارف طريقتها ازاي. طب افرض جاب لي بالطريقه دي مثلا الطريقه الاي والبي، يبقى لازم نعمل عمليه تكامل. هنا بقى هنا عملنا التكامل واستخدمنا الطريقه العاديه بتاعتنا اللي هي اليو هاخدها بالاكس والدي في هاخدها بساين 2 اكس. احنا ممكن نعمل طريقه الجدول في المسائل زي كده، يبقى اعمل الجدول بهذا الشكل. هناخد اليو وهنا ناخد مين؟ الدي في. وهنا في البدايه نعمل ايه؟ الاشارات. فاليو دايما هاخدها اكس والدي في يبقى هناخدها مين؟ ساين 2 اكس. الاشاره الاولى دايما موجوده. دايما العمود الاول اشتق طالما ادالك كثير الحدود اشتق لما توصل للصفر، يبقى مشتقة الاكس بواحد مشتقة الواحد بصفر. الاشارات تبقى هنا سالب وهنا موجب لان الاشارات تبادليه. ساين 2 اكس مشتقة الساين هي عباره عن مين؟ سالب كوساين، يبقى سالب كوساين 2 اكس، ولكن هضرب في واحد على معامل الزاويه اكس. هعمل لها عمليه تكامل ثاني
طب عندنا هتبقى انا هقسم على 2 تتحول كام الى ربع، ولكن كوساين تكاملها بموجب ساين يبقى سالب زي ما هي، يبقى سالب ساين ايه؟ ساين 2 اكس. طب ايه ظروف الجدول ده بمشي فيه ازاي؟ بمشي فيه بطريقه بسيطه جدا، اقول له هنا التكامل، لو انا سميت التكامل ده اسمه اي مثلا، اقول التكامل يساوي، بص معايا نمشي ازاي، هنمشي نضرب دي كده مع بعض، نضربها في اللي تحت كده، يبقى هضرب انا لو انت بالاخضر مع بعض عمليه ضرب، بعد كده نروح نضرب الاثنين دولت مع مين؟ مع هذه، وتبقى المساله خلصت. يبقى اذا المساله بتاعتنا لغايه ما نخلص وصل صفر نضرب. يبقى اذا هضرب موجب مع سالب يديني سالب نص اكس، هتبقى كوساين مين؟ 2 اكس. حدود التكامل عندي من كام لكام؟ اقدر اخدها جزء جزء من صفر لواحد. هضرب الجزء الثاني بس سالب مع سالب تتحول لموجب. واحد ضرب ربع يبقى ربع مين؟ ساين 2 اكس، وحدود التكامل من الصفر لمين؟ للواحد. هتلاقيها نفس الطريقه اللي عندنا، سالب نص، طبعا هو عوض سالب نص كوساين 2 اكس اللي هي الاولى، سالب نص كوساين 2 اكس عوض من صفر لواحد. الجزء الثاني عندنا نص ضرب نص ربع وساين 2 اكس من صفر لواحد. يبقى طريقه الجدل ممكن تنجز كمان معنا في هذا النوع من الاسئله. وبعد كده ببدا اعوض في مشاكل التعويض، مره اعوض الحد العلوي ومره اعوض ناقص التعويض الحد السفلي. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للقاعده، لان انت افتكر معانا كويس ان انا عندي تكامل اف اكس بهذا الشكل من اي الى بي، عباره عن مين؟ عباره عن عندي ديريفيتيف خاص بها اللي هي اف بي ناقص اف مين؟ اف A. التعويض بالحد العلوي ناقص التعويض بالحد السفلي. هذه بالنسبه للقاعده العامه اللي خاصه بمين؟ بالتفاضل. تعالى بقى نشوف سؤال ثاني، نفس الكلام عندنا سؤال محلول فممكن احله عادي زي كده، ولو عندي مالتيبل تشويس كتبوا لي 4 وسالب 4 والكلام ده يبقى اقدر احله باستخدام الاله الحاسبه، ولكن انتبه اي مساله فيها نسب مثلثيه او دوال مثلثيه في التكامل لابد من تحويل الاله الحاسبه على وضع الريديان. لابد من تحويل الاله الحاسبه على وضع الريديان، فنخلي بالنا. طب ممكن احلها بالجدول؟ ممكن احلها بالجدول اسرع، وبالتالي اعملها بهذا الشكل. عندنا اليوم وعندنا مين؟ الدي بي. يبقى عندنا اليو عباره عن مين؟ الاثنين اكس، لان دركه الحدود لها اولويه قبل التريجونوميتريك فانكشن. يبقى هنا هتبقى مين؟ عندنا كوساين مين اكس. الاشارات النموذج اشتق يبقى 2 0، يبقى اشاره سالب ونموذج. تكامل الكوساين هي عباره عن مين؟ هي عباره عن ساين اكس. طب تكامل الساين هي عباره عن مين؟ سالب كوساين اكس. يبقى انا هعمل تكاملات ونعمل اشتقاء. اضرب بنفس الطريقه اللي قلت لك عليها، هضرب دي مع بعض، هضربها في هنا. طب بعد كده هنضرب هذه الاثنين مع بعض الاشاره والعدد، هضربها في مين؟ في اللي تحت. خلاص ما فيش ثاني حاجه ثاني تحت، لان الصفر هضربها فين؟ تحت، ما فيش حاجه. يبقى اعمل ايه؟ اقول له في هذه الحاله لو انا قلت ان دي التكامل اسمه اي، يبقى اذا الاي تساوي انا اعتبر عندك 2 اكس ساين 2 ساين اكس، حدود التكامل من الصفر للباي ناقص، لا على حسب الاشارات اللي عندك، سالب مع سالب تتحول الى موجب، هتبقى 2 كوساين اكس من من الصفر الى مين؟ البار. عوض تحصل النتيجه اللي انت عايزها. طبعا هي النتيجه سالب 4، والتكامل الاول طبعا احنا لو حبينا نوجده بالشكل ده اهو اللي عندنا 2 اكس كوساين 2 اكس ساين اكس زائد 2 كوساين، اللي هي مين عندنا؟ اللي هي الاجابه الاولى. يبقى اما الشكل الاول او الشكل الثاني ممكن يجي لنا في الامتحان. لو جالنا الشكل الثاني يبقى بالاله الحاسبه خلص معروف التكامل اللي هو التكامل المحدود، نقدر نستخدم الاله الحاسبه دايركت لو كانت المساله مالتيبل تشويس. طيب السؤال اللي بعده نفس الكلام، اعطيك الحل بتاعه، ولكن ممكن تعمل انت بالجدول وتريح نفسك من الهيصه اللي موجوده كثيره ده. فنعمل الجدول ازاي؟ هقول عباره عن اليو، وهنا عباره عن مين؟ عباره عن الدي في، وهنا الاشارات. فاليو اجباري اخذها بالاكس تربيع، والدي في هاخذها بمين؟ بكوساين باي اكس، لان اجباري قلنا الاكس تربيع او الدوال الدوال كثيره الحدود لها اولويه، لها الاسبقيه في اليو. ابدا اشتقاق، يبقى عندنا 2 اكس مشتقتها 2 مشتقتها 0. الاشارات موجب سالب موجب سالب. انا هبدا هنا في عمليه مين يا شباب؟ قلنا انا هنعمل عمليه تكاملات لغايه ما نوصل لغايه نوصل الصفر، يبقى تكامل. اما هنا عملنا اشتقاق، يبقى نخلي بالنا تكامل الكوساين يبقى عندنا ساين ساين باي اكس، ولكن دايما اقسم على معامل معامل الاكس لنا. طب انا عندي تكامل الساين عباره عن مين؟ هيبقى تكامله سالب كوساين، يبقى سالب كوساين باي اكس، يبقى هنا فيها في سالب، وهقسم على باي تاني، يبقى هتبقى واحد على باي تربيع، لان قسم على باي هضرب الباي اللي في المقام في باي تاني. طب اعملها مره تاني. طب انا عندي كوساين تكاملها بمين؟ بموجب ساين،
باي اكس، يبقى تظل هنا سالب واحد على، وهتتحول دي الى باي اس 3 لانها هقسم على باي 3. يبقى هنعمل ايه دلوقتي؟ نعمل عمليه الضرب قلنا عليها، هضرب هنا كده بهذا الشكل. هنروح برضه نفس الكلام، هنضرب 2 اكس كده، هنضربها بهذا الشكل. هنروح اخيرا نضرب الاثنين هنا مع الجزء اللي تحت ده. يبقى اذا النتيجه كام؟ اقول دي عباره عن الانتجريشن بتاعنا، هو عباره عن مين؟ اي تساوي، هيبقى عندك واحد على باي اكس تربيع مضروبه في ساين باي اكس. خلي بالك من الاشارات، هنا في اشاره، يبقى سالب مع سالب يعطيني موجب. 2 اكس هضربها في ليه؟ يعني ممكن نكتبها 2 اكس على باي تربيع عادي، هو اكتب هنا كوساين مين؟ باي اكس، لسه ما خلصناش، زائد. طب زائد ولا ناقص؟ على حسب الاشارات، ما تسرعش. يبقى انا عندي هنا موجب مع سالب، هنا فيها هنا في اشاره سالبه. يبقى موجب مع سالب تتحول الى مين؟ الى سالب. هتبقى 2 على باي تكعيب، ولكن معها ساين مين؟ ساين باي اكس. طبعا لو تكامل مش محدود هكتب زائد كونه، تكامل محدود يبقى ممكن على دي كده اكتب له من صفر لواحد، هذا الجزء ايضا من صفر لواحد عشان اسهل على نفس عمليه التعويض. هنعوض مره بالحد العلوي ناقص الحد السفلي، احصل النتيجه كام؟ سالب 2 على باي تربيع اللي هي الاجابه الاخيره. فهنا الجدول ممكن ينجز معاك، لانك انت لو طبقت القاعده زي ما هو عامل في الحل هنا معناها هطبق القاعده ثلاث مرات، فكده هتاخد معايا وقت اكتر. اما طريقه الجدول زي ما انت شايف ما بتاخد وقت نهائي، غير حل عباره عن حل سريع جدا وما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله، وطريقه صحيحه 100%. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذه الجزئيه. يبقى حسن اختيارنا لليوم هيسهل علينا عمليه التكامل بالاجزاء، واحنا قلنا ايه هي اللي ليها اولويه في التكامل او الاختيار. نفس الكلام هنا، طالما عندي اكس تربيع واي اس 3 اكس، اكس اس 1 خلاص يبقى هستخدم الانتجريشن باي بارتس مباشره. ولكن هنا عند اكس تربيع، طالما عندي اكس، عندك اكس تربيع معناك انت هتطبق القاعده مرتين. يبقى احسن حاجه اعمل الجدول. طب يا استاذ هي جت لي بالالحاظ، اعملها بالالحاظ وشوف كل واحد من دول بالالحاظ بيطلع كام وخلص. طب انا عايز اتعلم خطوات، تعال نتعلم خطوات. يبقى هقول له كده في الحاله دي انتجريشن باي بارت عن طريق الجدول. يبقى هنعمل جدول كده، الاشارات، وهنا عندنا اليوم، وهنا عندنا مين؟ الدي بي. يبقى عندنا يو دي بي. قلنا كده هنا هنعمل عمليه تكامل لغايه ما نوصل للاخر اللي احنا عايزينه، وهنا هنعمل عمليه اشتقاق، وطالما كثير الحدود يبقى نعمل اشتقاق لغايه ما نوصل للصفر. يبقى انا عندي اكس تربيع، يبقى اشتقتها 2 اكس، مشتقتها 2 صفر. طب عندنا اي اس 3 اكس، تكاملها بكام؟ بنفس الداله الاسيه، وهضرب في ما واحد على معامل الاكس. طب ما نفس الكلام اللي بعدها هتبقى اي اس اكس 3 اكس، هضرب في 3 في المقام تتحول الى 9. اللي بعدها يبقى اي اس 3 اكس، هضرب في 3 هحصلها كام؟ 27. زي ما قلنا عمليات الضرب اللي عندي، يبقى هضرب بهذا الشكل عشان ما انسى. نفس كلام الجزء اللي بعده، هنضرب 2 اكس في الاشاره مع اللي تحت هنا. نفس الكلام في الاخر، هضرب دي مع هذه الجزء. ولكن نخلي الاشاره بالنا من الاشارات، الاشارات هتبدا بالموجب بعد كده سالب بعد كده موجب بعد كده سالب. يبقى اذا في الحاله دي اقوله كده عباره عن مين؟ يبقى عندنا الاي اللي هو الانتجريشن يساوي، هتبقى موجب في موجب بموجب، يبقى 1 على 3 اكس تربيع اي اس 3 اكس. واقول ان اذا لما حدود التكامل يبقى من صفر لواحد، او اخليها للاخر مش مشكله. طيب هنا ناقص، هعمل سالب مع موجب بسالب، 2 على 9 اكس اي اس 3 اكس، طيب يبقى كم كام؟ من صفر لواحد، زائد 2 على 27 اي اس 3 اكس دي، زائد طبعا كم كام؟ اقول له من الصفر لواحد. ولكن هنا نخلي بالنا من صفر لواحد، خلاص هنا نخلي بالنا هو عاطيني جزء في تكامل، وكمان في تكامل تاني لسه. يبقى هنا معناه في الحاله دي لو انت حصلت حاجه زي كده، معناه استخدم تكامل بالاجزاء لمره واحده وما كملش. اما احنا هنا بالجدول جبنا نهايه المساله للنهايه. فاذا في هذه الحاله يبقى اعمل ايه؟ اقول له لا، انا اختار في هذه الحاله اليو هي عباره عن مين؟ اكس تربيع. يبقى دي يو هي عباره عن 2 اكس دي اكس، 2 اكس دي اكس.
أما الدي بي هي عبارة عن اي أس 3 إكس. يبقى إذن البي عبارة عن مين؟ 1 على 3 اي أس 3. طبق القاعدة اللي قلنا عليها، يبقى الآي تساوي أضرب مع بعض، يبقى 1 على 3 إكس اي أس 3 إكس، يبقى اي أس 2 اي أس 3 إكس. من كم لكم؟ من الصفر لواحد ناقص، هضرب 2 مع تكامل، يبقى عندنا 2 على 3 تكامل، هتبقى عندنا إكس اي اس 3 اكس دي اكس من صفر. تلاحظ ان انت عندك هذا الجزء موجود في في المثل في التكاملات اللي عندك، يبقى احسب بس الجزء الاول. فانا لو حسبت عوضت بواحد، يبقى الاكس تربع بواحد خلاص، يبقى اي اس 3 يبقى اي 1 على 3 اي اس 3. طب لو عوضنا بصفر، ما صفر فهي بصفر، يبقى يعطيني اي اس 3 على 3 ناقص 2 على 3. يبقى اذا الاجابه الصح اليمين رقم A. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا السؤال. فنخلي بالك اسئلتنا سهله ولكن محتاجه تدريب، وكويس ان هو جايب لك مالتيبل تشويس اغلبه في التكاملات زي كده، فانت ممكن تحل بالالحاد زي ما هقول لك انا بعد قليل. مساله زي كده ثاني نفس الكلام، يبقى اقدر احلها باستخدام الالحاد مباشره او اكمل عادي خطواتي العاديه. فانا عندي الداله لين، يبقى هي هاخدها باليو، يبقى عندنا اليو هي عباره عن مين؟ لين 2 اكس، والدي في هاخدها هتبقى دي اكس. هنعمل اشتقاق، يبقى دي يو عباره عن مين؟ هي عبارة عن 1 على 2 اكس مضروبة في مشتقة الزاوية. طب ما هضربها في كام هنا؟ هضربها في 2 تبقى دي يو. يعني معناها ايه؟ معناها دي يو هي عبارة عن 1 على اكس دي يو. طب الثانية عبارة عن مين؟ ال في، عملنا عملية تكامل، طب تكامل الدي اكس اليمين اكس، نعمل الضرب اللي احنا قلنا عليه، هضرب دي كده اليو مع ال في. يبقى اذا التكامل عندنا طبعا نخلي بالنا عبارة عن مين؟ اقول التكامل اي يساوي اليو في يبقى اكس لين 2 اكس ناقص، هضرب الاثنين دول مع بعض، يبقى تكامل 1 على اكس مضروبه في اكس دي اكس. يعني النتيجه كام يا شباب؟ اقول لين 2 اكس ناقص، طبعا هنا الاكس مع الاكس هتضيع لان واحده في البسط وواحده في المقام، يبقى تكامل الواحد. طب ما احنا كل تكامل الواحد بكام؟ اكس زائد مين؟ الكونستانت والمسافه 5. طبعا هنا كونستانت ماشي، ولكن انا عندي هنا حدود للتكامل. طالما عندي حدود للتكامل خلاص، يبقى هكتب هنا كده التكامل من 1 ل 10، هذا التكامل ايضا من 1 الى 10، وهنا هنقول هنا تكامل من 1 الى 10، وهنا تكامل من 1 الى، نعوض بقى. لو عوضت بال 10 يبقى 10 لن 2 ضرب 10 يبقى لن ال 20 ناقص، عوض بالصفر عوض بالواحد يبقى الاكس هنا بواحد والاكس بواحد، يبقى دي معناها كام؟ لن 2. هذا اول جزء. طب الناقص، ولكن خلي بالك نفتح قوس، اعوض بال 10 يبقى 10 ناقص 1، يعني دي هتبقى 9. يبقى اذا النتيجه كام؟ 10 لن 20 ناقص لن 2 ناقص مين؟ هتبقى ناقص 9. طبعا من الاله الحاسبه نبدا نجيبها كعلامه 20. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذه النوعيه من المسائل. طيب المساله اللي بعديها اختلفت ولا شيء، ولكن هنا اجباري ايضا، هنا ما زال اجباري ان احنا ناخذ اليو باللن، يبقى يو تساوي لن الاكس، وبالتالي دي في هي عباره عن اكس دي اكس. هعمل عملية اشتقاق، يبقى دي يو مشتقة اللين هي عبارة عن 1 على اكس دي اكس. هعمل عملية تكامل، يبقى هزيد الأس 1 وأقسم على الأس الجديد. نبدأ نطبق قاعدة القاعدة الخاصة بالانتجريشن باي بارتس، وبالتالي أقول هذا التكامل لو احنا سميناه كده اي، يبقى إذا في هذه الحالة الاي بيساوي كام؟ هضرب اليو في، يبقى عندنا نص اكس تربيع لين الاكس ناقص تكامل، هضرب الاثنين دول مع بعض، يبقى 1 على اكس مضروبه في 1 على 2 اكس تربيع دي اكس، يبقى كام بيساوي؟ طبعا حدود التكامل هنا يبقى عندها من 1 الى 2. فممكن نعوض، انا لو عوضت ب 2 تبقى دي 4، 4 ضرب نص ب 2، يبقى عندنا 2 لن 2 ناقص. لو عوضت ب 1 لن ال 1 بصفر خلاص يبقى صفر. يبقى هذا هو التعويض الجزء الاول. ناقص. تعال نختصر، اقدر اكنسل الاكس دي مع التربيع، لان اكس تربيع على اكس دي اكس. يبقى الناتج كام؟ نص اكس دي اكس من كام لكام؟ من 1 الى 2، من 1 الى 2. يبقى اذا هذا التكامل طبعا يبقى عندنا 2 لن 2 ناقص تكامل اكس تربيع الاكس، ازيد اس 1 اقسم على اس الجديد، يبقى هتبقى اكس تربيع. طب لما اقسم على 2 تضرب تحت هنا تبقى كام؟ 1 على 4. هذا التكامل من 1 الى مين؟ الى 2. طبعا الواحد ده طبعا تبع حدود التكامل اللي فوق، يبقى هنا ابدا اعوض، يبقى عندنا 2
لن 2 ناقص ونفتحه. لما عوض 2 2 أس 2 ب4 ضرب 1 4 يبقى 1 ناقص. لما عوض 1 يعطيني كام؟ 1 4. يعني النتيجة عندنا تبقى 2 لن 2 ناقص 3 على مين؟ على 4. طبعا زي ما قلت لك ممكن تخلص انت طالما المسألة هي طبيعة الحال جاية لك مالتيبل تشويس، فانت ممكن تخلصها باستخدام الآلة الحاسبة هتديك علامة 10. نيجي بقى لمين؟ للسؤال اللي عندنا اللي هو الأخير. جايب لي مسألة زي كده نفس الكلام، أنا عندي اكس تربيعه اي أس اي اكس، طب ايه المشكلة؟ هي نفس القاعدة نفس الطريقة. فإذا هنعمل ايه؟ هناخد طبعا هنا اكس تربيع ممكن نعملها بالجدول كده. يبقى هذا الجدول قلنا عبارة عن اليو وعبارة عن الدي في. اليو هاخدها بالدالة كثيرة الحدود، اشتق 2 اكس مشتقتها 2 مشتق ده صفر. طب الاي اس اي اكس هعمل لها عملية تكامل، يبقى اذا نفس الدالة الاسية ولكن اضرب واحد على ايه؟ معامل الاكس. نفس الكلام اي اس اكس هضرب في ايه اقسم على ايه تبقى ايه تربيع. طب يبقى اي اس اي اكس يبقى هضرب في ايه مره ثانيه في المقام يبقى ايه تكعيب. الاشاره طبعا بالنسبه لنا هتبقى عندنا موجب سالب موجب سالب. نبدا نطبق القاعده، يبقى الانتجريشن بتاعنا اللي هو الاي يساوي، قلنا احنا هنعمل ايه؟ هنضرب بهذا الشكل. يبقى هذا الجزء كده هيتضرب في هذا الجزء. بعد كده نخلي بالنا من الطريقه عشان لو غلطنا فيها هتضيع المساله مننا، يبقى هضرب بهذا الشكل. نفس الكلام الجزء الثاني يبقى بهذا الشكل. خلاص كده احنا خلصنا، طالما وصلنا اخر حاجه في العمود بتاع التكامل. نبدا بقى نكتب. يبقى انا عندي هنا اقول له موجب مع موجب، يبقى عندنا واحد على ايه اكس تربيع اي اس اي اكس. طب سالب مع موجب يبقى سالب 2، او نكتب الاي على نكتب نعملها بسط المقام بالمره، يبقى اقدر اقول له واحد على اي تربيع، وممكن نخلي الاثنين كمان مع مين هنا، يعني ممكن اكتبها بهذا الشكل. طبعا ممكن نكتبها مباشره 2 اكس عادي، 2 اكس على اي تربيع مضروبه في اي اس اي اكس، موجب مع موجب يديني موجب 2 ابقى مضروبه في 1 على اي تكعيب اي اس اي اكس زائد 5. طبعا هنا نخلي بالنا نقدر ناخد ايه؟ هاخد الواحد على اي تكعيب والاي اس اي اكس كعامل مشترك، ولكن عندي هنا اي اس واحد بس، فتتحول هنا الى اي اس 2 اكس اس 2. طب انا عندي هنا اكس اس اي اس 2، فانا اي اس 3 يبقى لازم اضرب دي في اي، يبقى تبقى عندنا 2 اي اكس. الاي اس اي اكس خلاص خدناها بره. طب ودي الاي تكعيب خدناها بره، يبقى ظلت معانا بس هنا الاثنين زائد مين؟ الكونستانت. وانت كده خلصت السؤال. هذه ايه بالنسبه لنوعيه الاسئله الموجوده عندي. يبقى اذا نخلي بالنا. طب المساله رقم 26 نفس الطريقه ونفس الكيفيه، يبقى نقدر نعملها بالجدول ايضا، ولكن هنا انا ممكن اعملها خطوه واحده لان هي هطبق القاعده مره واحده، فممكن اعملها بالطريقه العاديه. يبقى عندنا هنا اليوم وهنا عندنا مين؟ دي بي. يبقى اليو عندنا عباره عن اكس مشتقتها 1 مشتقتها بصفر. طب الساين هكتب هنا ساين اي اكس، مشتقة الساين هي عبارة عن تكامل الساين هي عبارة عن سالب كوساين، يبقى هتبقى سالب واحد على اي كوساين اي اكس. طيب مشتقة الكوساين اللي هي الساين، يبقى هتظل واحد على، ولكن هقسم على اي تربيع اي تاني تبقى اي تربيع، تبقى ساين مين؟ ساين اي اكس. طبق القاعدة، يبقى عندنا الانتجريشن يساوي عبارة عن مين؟ هضرب طبعا قلنا الإشارات موجب سالب موجب. يبقى هضرب موجب اكس في سالب واحد، يبقى هحصلها عندنا سالب اكس على ايه مضروبه في مين؟ في كوساين ايه اكس. هضرب سالب واحد في سالب يتحول الى موجب واحد على ايه تربيع، هتبقى ساين مين؟ ساين ايه اكس زائد مين؟ الكونستانت. وكده احنا خلصنا المسألة. كده احنا وصلنا الى نهايه التكاملات، وزي ما وعدتكم قلت لكم في الاخر هناخد ايه طريقه لايجاد حل ايه التكاملات باستخدام الآلة الحاسبة. فتعال نرجع ناخد مثال على الآلة الحاسبة ونشوف نحله ازاي. فمثلا زي السؤال اللي قدامنا، مثلا زي السؤال اللي قدامنا ده، يا ترى نتعامل معاه ازاي؟ كل اللي هنعمله نقرر احنا او هناخد قيمة نعوض بيها. يعني مثلا انا عايز اعوض بالاكس بكام؟ يبقى انا هعوض مثلا اكس يساوي 5 من 10. تعالوا نشوف الآلة الحاسبة يا ترى نتعامل معاها ازاي في التكاملات. تعالوا نشوف مع بعض. اول شيء
نقرر احنا نعمل ايه. اول حاجة نختار قيمة مناسبة للإكس. انا اخترت نص 5/10. هعمل ايه بقى؟ الدالة مع التكامل هتخليها زي ما هي، مش هتعمل فيها حاجة خاصة، مش هنكتب رمز التكامل، ولكن نعمل ايه؟ هنحسب قيمتها عند إكس يساوي كذا. يبقى انا عندنا إكس، بعد كده عندنا ساين اكس تربيع، يبقى مباشرة اكتب التربيع وكده من القوس، لان لو عملت التربيع بعد القوس يبقى معناها الساين تربيع وليس اكس تربيع. هضغط على كلب واقول انا عايز 0.5 واقول له يساوي حصلناها 0.123، يبقى عندنا 0.1237. يبقى هي قيمة مين؟ قيمة هذه الدالة، قيمة هذه الدالة. طيب اعمل ايه بقى في الاختيارات؟ الاختيارات نعمل اشتقاق ليهم. طب ازاي؟ هضغط شيفت ومفتاح التكامل يعطيني رمز الاشتقاق. اكتب الاولى كده نص واحد على اثنين، اتحرك يمين كوساين اكس تربيع، يبقى الاكس مباشره تربيع واسكر القوس. اروح احسب عند مين؟ عند نفس الرقم اللي انا عوضت بيه اللي هو 0.5، واقول له طبعا تقول لي الثابت، ما احنا مشتق الثابت بصفر، يبقى لا مش هكتبها، مش هكتب الثابت. يبقى اضغط يساوي، حصلت ان دي سالب واحد، يعني عكس الكلام ده، انا هنا دي بالموجب ودي بالسالب، خلاص يبقى ما ينفعش، يبقى الاولى غلط. طب تعال نجرب الاخير الثاني اللي انا اخترت رقم سي، ارجع كده واعوض بس اخلي هنا في سالب، وواضحه زي الشمس، طالما في سالب هتتغير السالب الى موجب، هضغط اقول له يساوي، حصلت نفس القيمه، يبقى اذا الاجابه هي سي. يبقى هنا عشان احل بالاله الحاسبه هختار قيمه مناسبه للاكس اعوض بها في الداله مع التكامل، تعود عادي اشوف قيمتها بكام عند هذه القيمه. اما الاختيارات بالاله الحاسبه اوجد مشتقتهم عند النقطه او قيمه اكس اللي انا استخدمتها، اللي يعطيني نفس القيمه الاولى اللي انا حصلتها مع التعويض في الداله مع التكامل، يبقى هو ده الاختيار الصحيح، هو ده الاختيار الصحيح. دي طريقه الاله الحاسبه في ايجاد التكاملات لو المساله عندي مالتيبل تشويس او اختيار من متعدد. يبقى اذا كده احنا خلصنا هذا الجزء اللي هو خاص بمراجعه صيغه التكاملات، وفي نفس الوقت خلصنا الجزء اللي هو مين معنا اللي هو انتجريشن باي بارتس او التكامل بالاجزاء. ان شاء الله الفيديو القادم مخصص لمين؟ التكامل الخاص بالنسب المثلثيه اللي هو تريجونوميتريك تكنيك. طبعا عندنا ده اكثر من جزء وعندنا اكثر من سؤال عليه في الامتحان، فان شاء الله هنخصص الفيديو القادم لهذا الدرس، ونخلي بالنا لانه هو درس محتاج مننا شغل شويه مراجعه كثيره عشان نتقن التكاملات، وهي اساسا تكاملات سهله جدا، ولكن عشان تتقنها صح لازم تحل عليها مسائل كثير. نشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو القادم باذن الله، مع فيديو جديد باذن الله مع قناتكم المفضله ايديماس مع مستر علي عبد الله. ويا ريت تعمل شير لزمايلك عشان يستفيدوا، وفي نفس الوقت تعمل لايك، او اذا كنت حابب تسال عن سؤال اكتب لنا السؤال اللي انت عايزه في التعليقات تحت وان شاء الله بنرد عليك. او بالنسبه لي قناة التليجرام يمكنك الاشتراك في قناة التليجرام اللي هو البركود الموضح قدامك، عشان لو انت حابب تسأل حاجة اسأل براحتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.